بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سهرة مع. سهرة مع النهاردة هيكون معنا واحد من نجوم النادي الأهلي، الحقيقة ضحى بالكثير ليكون متواجدا وسط جمهور النادي الأهلي ووسط لاعبي النادي الأهلي، حط اسم النادي الأهلي فوق كل شيء ليكون دائما وأبدا خلال الفترة القادمة لاعبا في النادي الأهلي. النجم الكبير كابتن حسين الشحات هيكون ضيفي في حلقة اليوم. هنتكلم في كل شيء، هنتكلم من بدايته في كرة القدم حتى انتقاله وفوزه بكأس السوبر، فوزه بالدوري السابق وكأس السوبر في أقل من 8 شهور كان متواجدا فيها داخل النادي الأهلي. هنتكلم في كل ما يخص حسين الشحات، هنتكلم في الأمور الشخصية، هنتكلم في الأمور الفنية، هنتكلم في الأمور الشخصية طبعا فيما يخص كرة القدم وحبه لكرة القدم وكيف بدأ حياته في كرة القدم، ثم هننتقل بقى إلى الحياة العملية، حياته داخل عندما كان لاعبا في مصر المقاصة ومن قبلها بقى. هنبدأ من الشارع كالعادة زي ما حضراتكم شفتوا، أو زي ما دايما متعودين مننا إن حسين دايما لما بيبقى أو أي نجم من النجوم بيكون معانا متواجد في برنامج سهرة معه بنبدأ معاه من بدايته. والكلام اللي أنا بقوله دايما أو النجم اللي بيكون معايا بيقوله أو بيتكلم فيه دائما بيكون مثال لكل اللاعبين الشباب الصغيرين اللي لسه عايزين يطلعوا وعايزين يلعبوا في الاهلي وعايزين يلعبوا او نفسهم يكونوا متواجدين في نادي الاهلي. قد ايه انت كنت صغير وكان حلمك زي ما شفتوا مثلا الكابتن شوبير، الكابتن شوبير كان كاتب اسمه احمد عبد العزيز شوبير لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر منذ ان كان في سن العشر سنين، في عشر وهو عنده عشر سنين الكاتب اسمه ان هو هيكون لاعب في النادي الاهلي ومنتخب مصر. وبالتالي الامل دائما ما يظل موجود، الامل ان انت تفضل دايما تدافع عن املك، تدافع عن حياتك. حسين الشحات حياته كانت قويه جدا واشياء كتيره جدا ودروس هنتعلمها كتيره جدا جدا من حلقه اليوم النهارده. واحنا بنعمل سيرش على حياه حسين، احنا دايما لما بنيجي نتكلم على حد بنعمل سيرش على حياته كلها منذ ان بدا في كره القدم وحتى النهايه. طبعا كل فريق الإعداد بيساعد في هذا الكلام وكلهم بيبقى لهم مجهود كبير جدا 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 خلال الفترات اللي ما قبل الحلقة، ودايما أنا بحابب أن أنا أشكرهم على كل المجهود اللي دايما بيعملوه معانا خلال الفترة السابقة. ولكن وإحنا بندور على حسين أو بندور على حياة حسين لقينا حياة حسين فيها دروس كثيرة جدا جدا هنتكلم عنها. مش حسين بس، كل النجوم اللي كانوا متواجدين معانا خلال الفترة اللي فاتت كانوا دايما لما بيجي نتكلم معاهم بنتكلم معاهم في دروس. احنا مش طالعين نتكلم عن او طالعين طبعا نتكلم عن نجم كبير وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت في شباب اهلاوي كتير جدا 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 حسين الشحات هو مثل ليهم. سيد عبد الحفيظ امبارح بالمناسبه كالعاده، يعني انا مش عارف كل مره هطلع اقول الكلام ده وبيتكرر هو نفس الكلام، ولكن هو شكر واجب لكل جمهور النادي الاهلي الحقيقه، دايما واقفين في ظهرنا، دايما واقفين معانا. حلقة امبارح الحقيقة عاملة شغل كبير جدا جدا وكلام كتير جدا جدا اتقال امبارح من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي. بشكركم كالعادة، دايما ترند على تويتر سيد عبد الحفيظ امبارح، فبشكركم جدا جدا وكالعادة دائما في ظهر لعيبة النادي الأهلي وفي ظهر مجلس إدارته وفي ظهر أي مسؤول في النادي الأهلي وكل قناة النادي الأهلي وملعب الأهلي و سهرة معه. فالنهاردة هيكون معايا أحد النجوم الكبار اللي هناك أمثلة كثيرة جدا جدا هنقدر نتكلم فيها من خلال وهو بيسرد وهو بيتكلم عن حياته، هنتكلم في كل هذه الأمور. ولكن الحقيقة قبل ما استقبل حسين الشحات عايز أقول لحضراتكم إن النهاردة طبعا زي ما شفتوا امبارح احنا خلصنا واحدة ونص تقريبا أو اتنين إلا ربع امبارح، فقلنا قلنا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعيدا عن كونه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة كابتن محمود الخطيب واحد من أهم وأفضل الشخصيات اللي تتعامل معها في حياتك، أهم وأفضل الشخصيات اللي تتعامل معها في حياتك خلال فترة طويلة جدا. يعني شرفت بأن أنا أكون متواجدا كلاعب عندما كان كابتن محمود الخطيب نائبا لرئيس النادي وعندما كان عضوا في مجلس إدارة النادي وكان مشرفا على الكرة أو كان متواجدا في لجنة الكرة الحقيقة، وتعاملت معه لفترات طويلة جدا 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 الحقيقة،
وحتى وهو خارج النادي الاهلي هو طبعا قلبه كله احمر بالمناسبه، عشان الفتره حتى اللي كان فيها خارج النادي الاهلي، وكان يتولى مقاليد الامور في ذلك الوقت الاستاذ المهندس محمود طاهر رئيسا للنادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب كنت دائم التواصل معاه بنفس الاخلاق، بنفس التواضع، بنفس الامثله اللي احنا بنتكلم عنها. احنا دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم من خلال سهره مع او من خلال اي برنامج بنتكلم فيه، بنحاول دايما نقول لحضراتكم قد ايه ان احنا كنادي اهلي، يعني النادي الاهلي دائما ما بيكون عنده امثله او عنده اكزامبل كده مثل وبنمشي عليه. من 1907 وحتى الان هناك امثله كثيره جدا جدا وكلها امثله محترمه. النهارده واحنا بنقول للكابتن محمود الخطيب كل سنه وانت طيب، كابتن محمود النهارده في يلا كوره، يلا كوره عملوا حاجه حلوه جدا جدا جدا، كل نجوم او معظم النجوم العرب والافارقه قالوا كلمه في عيد ميلاد الاسطوره محمود الخطيب، طبعا رئيسا للنادي الاهلي وكل شيء، وهو من اعظم الحاجات اللي وصل لها كابتن محمود الخطيب ان يكون رئيسا للنادي الاهلي، ولكن تظل اسطوره محمود الخطيب كلاعب لكره القدم الكل بينظر له بهذا الشكل وبهذا الاسم الكبير محمود الخطيب. وبالتالي يلا كوره النهارده انا بشكرهم جدا الحقيقه على الشغل اللي عاملينه، عاملين حاجه رائعه جدا. هنتكلم الاول او هنطلع نشوف فيديو فيما يخص عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب وبعض النجوم الافارقه والعرب قالوا ايه في عيد ميلاد الكابتن خطيب، ونرجع نكمل مع حضراتكم ونشوف بقى هنعمل ايه. سلام يا خطيب. الناس هنا مسرورين مشاعر هادئه مع محمود الخطيب. مساء الخير صديقي محمود، ان شاء الله انت بخير، عيد سعيد وعمر مديد، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق والخير ان شاء الله، انت اسطوره وتبقى دائما اسطوره، وكل عام وانت بالف خير. سنه حلوه يا حريف اللي تعني بلشنا المغربيه يا كويري، ان شاء الله 100 سنه من الاناقه والاحترام. كانت سيدة الشاشة العربية المرحومة فاتن حمامة تناديني بعزيز العزيز، وهي ألقاب أفتخر بها طبعا، وأنا أناديك دائما بالخطيب العزيز. بالنسبة إلي كنت وما زلت وستظل ما بين اللاعبين القلائل الذين أفتخر بهم أو أفتخر بصداقتهم، لأنك النموذج والقدوة لكل الشباب العربي. مرة أخرى نقول لك عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت بألف خير. يا بيجو قبل أنت تمام، مش ممكن يا بيجو، مش ممكن، اطلع فوق اطلع، هابي بيرثدي يا ريس. السلام. Good morning كابتن، and it's Mustafa Haji from Morocco. I wish you a nice birthday. So, and I hope, inshallah, you will feel good. We're all with you and we support you. Captain Khatib, thank you for all the time we spent together. You're a great man. You're a great president. All the best. Take care. Yalla Ali. And I hope we will meet for the final of Champions League. It will be a fantastic pleasure. It was a great pleasure for me to be your coach. And I wish you all the best. Take care. And see you soon. Half soak. Half soak. Half soak. Half soak. كل سنه وحضرتك طيب ودايما بخير وتقوم بالسلامه ان شاء الله، وينتظرك كل جمهور النادي الاهلي دائما مرفوعين الراس، ودايما يظل دائما كابتن محمود الخطيب اسطوره من اساطير كره القدم المصريه. كل سنه وحضرتك طيب. عايز اقول لحضراتكم النهارده، او زي ما بدات مع حضراتكم النهارده، عندي حلقه هامه جدا. حسين الشحات مش هتكلم كتير، ولكن هطلع اشوف تقرير عن حسين الشحات، وبعد التقرير او فاصل الاول ولا تقرير يا شباب؟ فاصل الاول، وبعد الفاصل هنشوف تقرير عن حسين الشحات، وبعد كده هنستقبل النجم حسين الشحات. قبل بس ما اسيب حضراتكم مع الفاصل والتقرير عن حسين الشحات، النهارده كالعاده برضو كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها من خلال تويتر او من خلال الفيسبوك صفحتنا الرسميه اسال حسين الشحات،
وكالعادة دائما أنتظر في نهاية الحلقة نحن نكون ترند على تويتر كالعادة يعني أو ترند بشكل عام كعادة جمهور النادي الأهلي. سيب حضراتكم في فاصل وبعد الفاصل تقرير عن حسين الشحات وبعدين بقى نروح نقعد قعدة سهرة مع بكل إن شاء الله أريحية مع النجم حسين الشحات. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الحلقه، حلقه جديده من سهره مع حسين الشحات. ازيك يا سهس؟ الحمد لله كابتن. اخبارك ايه حبيبي يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. منور بيتك ومنور قناتك ومنور جمهورك، جمهورك كله مستنيك النهارده. بقالك فتره طويله جدا ما طلعتش، فجمهور النادي الاهلي كله مستنيك النهارده. حبيبي يا كابتن طبعا، يعني جمهور النادي الاهلي نادي كبير، يعني كلهم ناس محترمه، كلهم دايما بيبقوا في ظهر الواحد. وقبل ما اتكلم مع الجمهور، يعني النهارده انا مبسوط طبعا ان انا موجود مع قناه الاهلي، ومبسوط ان انا مع حضرتك طبعا، وبساطة في اليوم النهارده لعيد ميلاد كابتن خطيب، فعايزين نقول له على الهواء كل سنه وانت طيب يا كابتن محمود، وعقبال 100 سنه ان شاء الله ودايما معانا كده كابتن، وربنا يخليك لينا يا رب دايما. كابتن خطيب دايما مثل لينا جميعا طبعا الحقيقه، اسطوره كبيره طبعا، اسطوره كبيره بالنسبه لنا. طيب حسين، يعني خليني ابدا معاك. انا النهارده انا عايزك تبقى ايه، يعني كاننا قاعدين في قهوه، والله ما بهزر. انا عادي والله كابتن، زي كل جمهور النادي الاهلي اتفرج عليك زي ما انت بتقعد في قهوه كتير. مع اصحابي يعني. لا زمان لحقت اهو. فكانك قاعد وبتشرب كوبايه شاي وبتحكي. احنا عايزين نحكي مع الناس، الناس كلها النهارده عندي اسئله كتيره جدا ليك الحقيقه، وكالعاده هاشتاج اسال الشحات. انا متخيل مثلا على اخر الحلقه كالعاده يعني هيبقى ترند على تويتر، ولكن عايزين نتكلم في كل حاجه. انا جاهز. انت عايز تتكلم فيه اتكلم فيه. انا جاهز. ما عدا حاجه واحده بس. انا جاهز. مش هنقدر نقولها. الحاجه دي انا جاهز. مش هنقدر نقولها. هنقولها في وقتها يعني. لكن خليني ابدا معاك حسين من البدايه. حسين الشحات، انت بالسلام، منين السلام؟ الدنيا مشيت ازاي؟ الكوره جت في دماغك ازاي؟ الوالد، الوالده، لاخواتك، عايز ابدا بحياتك الشخصيه شويه. بس يا كابتن والله يعني انا من مدينه السلام من القاهره. والدي متوفي من وانا عندي سنه، فما شفتوش طبعا. فوالدتي كانت ام واب، وكان بعد كده كان جوز ام. جوز ام يعني يعتبر يعني مثابه اكتر من اب بصراحه، يعني هو اللي وداني النادي، هو اللي اكتشفني، وهو اللي عمل معايا كل حاجه. كان هو مدربي، فكان بصراحة يعني ما كانش جزء أمي مثلا، لا. هو لحد دلوقتي أنا بقول له يا بابا، ومسجله على تليفون بابا، ومع بعض على طول كلنا يعني. مين؟ جوز والدتي. جوز والدتك. يعني هو طبعا انفصل من بدري، بس هو لحد دلوقتي يعني أنا بقول له يا بابا ومع بعض دايما. هو اللي وداك هو اللي وداني نادي مدينة نصر وأنا عندي أربع سنين. أربع سنين؟ فبدات بقى في مدرسه الكوره، كان هو ماسك مدرسه الكوره، وهو بقى اللي علمني، وكان بيجي معايا حتى في التحكيم. ما كان التقسيمه كان بيكسبني طبعا. فكان هو اللي بدا معايا، هو اللي بدا معايا المشوار من اوله، هو اللي عمل كل حاجه بصراحه. وكان اخويا برده كان معايا، كان بيلعب برده، بس كان على قده بقى. بس كان بيقف جول. كان بيقف جول. فكان معايا بقى، فبدات من مدينه نصر من وانا عندي اربع سنين. اربع سنين دي كانت البدايه في نادي مدينة نصر. نادي مدينة نصر. في فضلت العب بقى في مدرسة الكورة لحد ما جه السن اللي هو بتاع الدوري طبعا. فربنا كرمني والحمد لله لعبت في مدينة نصر، اتعبت بقى في الفريق. كان عندي ساعتها 12 سنة. 12 سنة يبقى فريق تحت 13 مثلا. اللي هو أول اللي هو كان أول سنة. أول بداية. اتعبت وكنت بلعب مع فرقة، أنا كنت 92، فكان طبعا 91 اللي كانوا بيلعبوا. فكنت بلعب معاهم الحمد لله. وكنت بتصعد مع فرقة 90. وكان 89 برضه، 88 كنت بتصعد معاهم، واتصعدت مع الفريق الاول. كل دوت وانا يعني صغير، لحد ما وصلت 15 سنه كنت الحمد لله يعني واصل مع، لعبت مع كل الدرجات. فكانت ساعتها كمان درجه رابعه كمان. لعبت درجه رابعه يعني. بدات كل حاجه، انا لعبت كل الاقسام الحمد لله. رابعه وثالثه وثانيه وممتاز الحمد لله. بس مع انديه مختلفه. درجه رابعه مع مدينه نصر، ودرجه ثالثه برضه مع مدينه نصر. حلو جدا. فالحمد لله ربنا كرمني ولعبت معاهم لحد وانا عندي يعني 18 سنه.
بعد كده ربنا كرمني وانتقلت ان لا كان 19 سنه يا رب. وبعد كده انتقلت يعني قعدت 15 سنه بالظبط في نادي مدينه نصر. وبعد كده انتقلت للشرقيه للدخان ولعبت فيها سنتين. هي درجه ثانيه. درجه ثانيه. انا رابعه ثالثه ثانيه على طول بعد كده ممتاز. فروحت للشرقيه للدخان وكمان بالمناسبه انا كنت وانا في مدينه نصر كنت بروح طبعا اختبارات النادي الاهلي وانا متقيد في مدينه نصر. وانت بتقيد بتروح اختبارات؟ كانت والدتي طبعا كانت تقول لي تعالى بس نروح الاختبارات ومش عارف ايه. اهلاويه؟ فكان كنت اروح والحمد لله كنت بنجح. امال ايه؟ كان بيجي في اخر اختبار فكنت انا بقى ببقى متضايق لان انا اصلا متقيد في مدينه نصر فما كنتش عارف اعمل ايه. فلازم ياخد لازم تاخد الاستغناء فانا كنت طبعا فمتقيد في مدينه نصر فطبعا طبيعي هيطلب فلوس يا اما بقى انا اخلص نفسي. فطبعا ما كانش حيلتي ان انا اعمل اي حاجه. فراح كلمت كنت بكلم مثلا النادي يقول لي لا وكده فقبل الاخر اختبار والدتي تقول لي تعال روح ما تروحش تعال روح فاقول لها يا امي لا انا مش رايح. تقول لي ليه؟ اقول لها امي النادي مش هيسيبني. تقول لي بس تعالى يمكن النادي. لا لا امي لا انا مش عايز اروح اعالج نفسي بعد ده كله فخلاص ما اروحش احسن. حد تاني يمكن ربنا يكرمه احسن احسن مني يروح. كانت طبعا والدتي تزعل بس اقول لها ان شاء الله ما تلاقيش هروح في يوم من الايام. فراح في يوم من الايام. والله هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه في البدايه. كابتن شوبير كان معايا من كام حلقه بيقول لي الحق من يوم السبت اول امبارح فبيقول لي ان هو كان كاتب ان هو صغير اسمه على الكراسه احمد عبد العزيز شوبير لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ان هو عنده 10 سنين. فتقريبا نفس القصه ولكن او بس انا ما كنتش كاتب بصراحه عشان ما كنتش كاتب ولكن كنت بتقول للوالده ان انت ما تقلقيش هنروح احنا اهلاويه وهنروح والكلام ده كله. فالحمد لله يعني فكنت دايما بقول لها كده فكانت تقول لي طب ما تيجي نروح دلوقتي ومش عارف حتى كانت في الاختبارات كانت دايما يعني بتحفزني بحاجات تقول لي مثلا هجيب لك سلسله. فاقول لها يا امي انا مش عايز انا عارف انت هتجيبي بس انا مش عايز. تقول لي طب روح بس اختبارات وانجح بس وانا هجيب لك واديك 10 جنيه هتروح وانا كده انا مش فارق معايا والله بس اروح عشان خاطر ما ازعلهاش طبعا ما بحبش ازعلها فكنت اروح وانجح. فوالدتي كانت تبقى مبسوطه مني تقول لي هجيب لك. اقول لها يا امي لا انا مش عايز انا جيت ونجحت عشان خاطرك انت بس. فكانت تقول لي طب ماشي كمل بقى للاخر ومش عارف ايه نروح ونيجي في الاخر اختبار ما اروحش بقى بسبب كنت انا متقيد. مين كان يبقوا مدربين الاهلي في الوقت ده لو تفتكر؟ لا ما مش متذكر مش متذكر بعيد كان طبعا كانوا كتير طبعا كانوا نجوم كلهم قاعدين واحنا كنا الشمس كانت تبقى ضاربه في دماغنا طول النهار من 9 الصبح ولا من 8 الصبح قاعد بقى اليوم كله مش قادر. ولكن انا دايما بحب اللحظات اللي في الوسط اللي هو ايه؟ كنت بتروح ازاي؟ كنت بتعمل ايه؟ الحاجات دي انت دلوقتي مثل اعلى لشباب صغير كتير جدا فالحاجات اللي انت بتحكيها دي بتفضل في دماغهم. يقول لك ايه بدل ما يقول لك مثلا انا تعبت بقى من المشوار او معيش فلوس اروح او كذا او كذا. فانا عايز الحاجات دي مهمه جدا. انا قعدت كابتن 15 سنه في نادي مدينه نصر ما باخدش اي حاجه. يعني 15 سنه من وانا عندي 4 سنين لحد انا عندي 19 سنه تاخدش مليم باخد اللي هو الفلوس العاديه. طبيعي ساعتها بقى كانت 10 جنيه مثلا لا كانت المكافاه 18 جنيه مثلا عبال ما بتتقسم مثلا منهم ضرايب مثلا او اي حاجه مش عارف ايه المحاسب اي حاجه 15 جنيه المكسب ومفيش حاجه في الشهر. فطبعا 15 جنيه بقى طبعا احنا ما كناش بنكسب كتير طبعا فما كان الواحد كان بيصدق يكسب طبعا وكده. فحتى ما اتصعدت مع الفريق الاول خدت مرتب بمكافاه وصلوا كلهم على بعض كان ساعتها ورقه ال 200 جنيه لسه جديده خدت ال 200 جنيه على بعض يعني ما كنتش مصدق. دي اول حاجه في حياتي اول حاجه طبعا في حياتي 200 جنيه 200 جنيه روحت بقى على البيت كنت مبسوط جدا. بتعمل ايه؟ كنت بتروح مواصلات؟ اديتها لوالدتي اديتها لوالدتي طبعا ال 200 جنيه قلت لها خدي اول فلوس ليا. حتى والدتي معاها فلوس من زمان لحد دلوقتي من وانا في الناشئين يعني مثلا كنت اخدها مثلا مكافاه او حاجه كانت والدتي تاخدها تكتب عليها وتشيلها. ربنا يخليها لك. ف دايما معايا لحد دلوقتي مكتوب عليها حتى التواريخ ان انت ده مثلا مكافاه مثلا مكافاه حاجه مثلا فكانت والدتي بتشيلهم. المواصلات والله يا كابتن يعني لما كنت بروح مع والدي معلش احكي اصل بص ايوه انا هحكي يا كابتن والله انا الحمد لله عندنا لا والله عادي يا كابتن لا انا هحكي انا بضحك اللي هو يعني مثلا كنت ما بروحش مثلا مع والدي كنت بروح مثلا مواصلات فكنت مثلا باخد 5 جنيه 5 جنيه كانت اجره المواصله من السلام لحد نادي مدينه نصر. نادي مدينه نصر دوت قبل نادي السكه كابتن لما كنت عند كوبري المشاهدي كنت بالظبط المواصله كانت ساعتها لسه رخيصه بجنيه وربع. حلو فجنيه وربع رايح وجنيه وربع جاي ادي 2 جنيه ونص 2 جنيه ونص بقى معاك 2 جنيه ونص بس انا المشكله كابتن انا كنت بروح بدري اصلا فطبعا كنت بتمرن مع فرقتي وبتمرن مع الفرقه الاكبر مني وبتمرن مع الدرجه الاولى وكنت بروح مش قادر كده ما كنتش بحب اروح المدرسه الا في وقت لعب الكوره بس فطبعا كنت طبعا ببقى جعان
فطبعا انا واصحابي لو مثلا والدي مش خلاص هناك بجيب خلصت بس المشكله حتى ما باكلش يعني الاكل مبقاش قوي يعني فمثلا افضل قاعد اليوم كله ومثلا خلص تمرين وارجع نفس الكلام وساعات كنت بقى اوفر منها فلوس عشان خاطر ما اخدش من والدتي تاني على قد ما اقدر كنت بشيل عشان خاطر طبعا الظروف كانت طبعا مش طبعا. عايز بقى كل يوم تاخد 5 جنيه كل يوم اخد منها بقى 5 جنيه مثلا طبعا يعني ما كانش كل يوم طبعا كان ساعات يوم ويوم التمرين بس الدرجه الاولى كان بقى كتير الاوقات كل يوم كل يوم فطبعا ال 5 جنيه كنت بحاول احوش على قد ما اقدر منها واخد مثلا جنيه منها بس مش عارف ايه كده الدنيا مشت الدنيا مشت الحمد لله ربنا كرمني بقى بقيت مثلا كان كابتن حسام وصفي الله يرحمه والد كابتن احمد حسام ميدو كان هو من هو دايما كان في مدينه نصر وكابتن احمد حسام اصلا ميدو كان بيلعب في نادي مدينه نصر فطبعا كابتن حسام وصفي كان دايما بيشجعني وساعات بيعمل لي مكافئات يعني انا واللعيبه والله يعني كان دايما كان مدرب لا كان ساعات بيمسك مدير الكوره مدير كوره النشاط فكان دايما بيشجعني ساعات انا وساعات مثلا الفريق مثلا اللعيب اللي يجيب جول مثلا كده فطبعا كانت حاجه كبيره بالنسبه لنا طبعا يعني الله يرحمه طبعا يعني هو كان مثلا يقول لي لو جبت مثلا هاتريك النهارده اديك مثلا 50 جنيه 20 جنيه وكانت ماتشات بتبقى قويه ومع الدرجه الاولى مش مثلا مع الناشئين لان كنت في الناشئين كنت بجيب كتير بصراحه كان الحمد لله كان ربنا يكرمني يعني كان ربنا يكرمني وانزل واجيب واسجل ويديك ال 20 جنيه او 50 جنيه ده اللي بعد المباراه ماتش على طول بينادي عليا وانا نازل بهدومي على طول بروح له على طول على طول عايز الفلوس ما انا مش عمال باخدها من النادي بتتجمع بقى فكان بصراحه يعني الله يرحمه يعني كان راجل محترم جدا يعني كان دايما معانا يعني مش معانا بس مع الناس كلها في النادي الناس كلها كانت بتحبه راجل سيرته حلوه جدا الله يرحمه ف كانت دي حاجه طبعا يعني انا فاكرها لحد دلوقتي واللي فاكرها اكتر طبعا اللي انا لما اتصورت مع صورتي انا وكابتن محمد ابو تريكه كانت الصوره ديت في نادي مدينه نصر تركيا كان بيعمل ايه من ورا بيعمل اعلان اعلان بيعمل اعلان عصير سبوبه خفيفه جدا انا فاكر انا اليوم ده كان اصلا عندنا ماتش مع الاكبر من 90 كنا بنلعب امبي في امبي انا فاكر اليوم ده يعني بنلعب امبي في امبي كان تفتكر بس ده اعتقد قريب يعني 2000 لا 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 كتير يعني كان ساعتها كابتن ابو تريكه كمان يعني كان لسه بقاله سنتين على ما اعتقد في الاهلي يعني 2005 2006 فكنت لسه صغير طبعا يعني فحتى ممكن يكون الصوره معاهم لو لو الصوره معاك رجعنا حطها لنا لو سمحت ف ساعتها لما رجعنا كله رجع يعني كله رجع كابتن محمد ابو تريكه طبعا عندنا النادي كله مقلوب طبعا وبيدخل عندنا الاوضه بتاعتنا اللي من غير حاجه محدش مصدق محدش مصدق عملت ايه ما شفته ما شفت طبعا انا فضلت قاعد اليوم كله مش عارف مش عايز امشي لان ما كانش عندنا حاجه خالص اليوم ده اللي خلصنا الماتش بدري وخلاص عايز اروح بروح انا فضلت قاعد في لما عرفت ان ابو تريكه جاي طبعا فضلت قاعد فضلت قاعد لحد ما اتصورت معاه وفضلت قاعد بقى لحد ما خلص ساعتها حتى ما دولي على تيشيرت كان كابتن حسام وصف كان جايبه لي برده بتاع ميدو في مارسيليا اللي هو اللبني كان التيشيرت دوت كان مكتوب عليه ميدو رقم 9 وكده كان مضالي عليه كابتن حسام وصف الله يرحمه هو اللي جايبه لي كان جايبه لي كنت رايح بيه النادي راح هو مضالي عليه وكده مضالك عليه مازال موجود ولا موجود بس الام ده طبعا الام ده راحت طبعا بس الصوره طبعا معايا لحد دلوقتي يعني طبعا الصوره دي فرقت معاك الصوره طبعا دي طبعا فرقت معاك الصوره دي طبعا يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني الصوره دي مع نجم كبير مش في مثلا في مصر بس لا في الوطن العربي بصيت له ازاي يعني لما تبقى انت ولد صغير جاي من مدينه السلام وبتاخد ال 5 جنيه من والدتك بصيت لابو تريكه ازاي يعني لما شفت ابو تريكه داخل بصيت له ان هو ايه يعني ابو تريكه جاي ده ايه نجم كبير ما كانش لسه برضو يعني ما كانش لسه ساعتها يعني حتى ساعتها يعني انا فاكر ساعتها كابتن ابو تريكه ضحك يعني ضحكه يعني الناس كلها حتى على ابتسامه كابتن ابو تريكه كله فضل يضحك في الملعب في الاستاد كان ما اعرفش كان واقف مع حد من المصورين او كان واقف مع حد فكانوا بيعملوا حاجه المهم ضحك يعني الضحكه بتاعته كانت صوتها عاليه صوتها كانت عاليه فكله فضل يضحك يعني من غير اي حاجه من غير اي حاجه اللي هو اصلا كابتن تريكا الواحد الناس اصلا بتشوفه بيضحك من ابتسامته فانت متخيل بقى اما بيضحك كله بيضحك يعني انت ما تعرفش فيه ايه بس انت بتضحك معاه فيعني انا ما كنتش مصدق يعني اليوم ده حتى انا التيشيرت بتاعي روحت بيه انا فضلت اسبوع سوري التيشيرت يا نهار ابيض يا نهار ابيض فحتى التيشيرت دوت انا قعدت اسبوع مثلا بس مطنشك هو يا ابو تريكه بص مطنشك ازاي لا كان بيضحك هو لا مطنشك لا بص الناس اصلا واقفه ورا ازاي ده انا لحقت فكرت الصوره في وسط الملعب انت برضه حسين بصة نجم يعني الحمد لله واقف جنب ابو تريكه طبعا صوره جميله جدا طبعا هنا كان عندك كام سنه كان عندي ساعتها 15 سنه او 14 سنه ياه
كنت صغير لسه. لسه كنت صغير. فساعتها بقى طبعا يعني كانت حاجه كبيره يعني صوره للتاريخ. طبعا صوره تاريخيه طبعا. وما زلت طبعا محتفظ بيها. طبعا انا بقول لحضرتك التيشيرت اصلا قعدت اسبوع ما بفرجه للناس بس يعني كل باخده معايا المدرسه، روحت المدرسه مخصوص عشان اوريه للناس لحد ما الصوره جت لي. ما كانش معايا تليفون. فصاحبي قعدت مثلا شهر وشويه. قعدت شهر وشويه لحد ما خدت الصوره. يعني شهر وشويه. مين اللي ما كان واحد صاحبي معاه تليفون. لا كان واحد صاحبي معاه تليفون موبايل. فاخدت منه. ما كانش طبعا مش عارف اخد تليفون. ما كانش معايا تليفون. لحد بقى ما ربنا كرمني بقى وخدت تليفون كده. بعد كده راح بعت لك عليه. بعت لك عليه الصوره. معاك لغايه دلوقتي؟ معايا لحد دلوقتي. كويس والله. طبعا يعني حاجه بتعتز بيه. طبعا يعني. بعد كده بقى بما اننا بنتكلم عن ابو تريكه، بعد كده لما قابلته مش وانت صغير، لما كبرت وبقيت حسين الشحات قابلته لما؟ لا ما قابلتوش خالص. هو كلمني بصراحه. كلمك في التليفون؟ لا كلمني. كلمني بعد مباراه، اول مباراه في كاس العالم للانديه لما كنت في العين. كلمني طبعا. هو كان في الاستوديو التحليلي. مع بين سبورتس. حتى المباراه دي يعني اول مباراه اصلا كنا خسرين 3-0، فكانت مباراه غريبه. و3-3 والحمد لله. هنتكلم عن النقط دي كلها. بس بتكلم على ابو تريكه. لا هنتكلم طبعا على كابتن ابو تريكه. بعد كده نوصل بقى لكاس العالم. ساعتها كلمني بارك لي، قال لي على الاداء. بارك لي على الاداء، قال لي كويس وزي ما انت. كانت اول مره يكلمك؟ من ساعه الصوره؟ فقال لي بالتوفيق دايما وانت ماشي كويس وربنا يكرمك دايما ان شاء الله. وكان ساعتها الحاجه كمان تعبت من طبعا اصلا كله الناس كلها كانت تعبانه. حاجه تعبت ساعتها كانت موجوده في الاستاد، هي وزوجتي واولادي واخويا وصاحبي كانوا موجودين. فتعبت بسبب الضغط العصبي اللي كان موجود اصلا على الناس كلها. فاطمن على الوالده وبارك لي وكده. والله هي دي المره الوحيده اللي كلمك؟ لا وكلمني طبعا بقى الحمد لله. كان بيبارك لي كل مباراه. كان طبعا بيبارك لي طبعا ويحيينا على الاداء. ما جيت الاهلي كلمك؟ كان له دور يعني ان هو يكلمك او اي حاجه ولا لا؟ هو كفايه البوست اللي رفعه. دي كانت عندي بالدنيا كلها. على تويتر قلبت الدنيا طبعا. انا اتفاجئت اصلا يعني. انا كنت قافل السوشيال ميديا وبعد كده بفتح كده بالصدفه لقيت كابتن ابو تريكه منزل تويتر. لان طبعا يعني لقيت حاجه مش طبيعيه. باسمي طبعا. فكان كابتن ابو تريكه يعني بيبارك لي لعيب جيل النادي الاهلي. فدي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. ما كنتش عارف اقول ايه. طيب هنرجع نتكلم تاني. مدينه نصر، انت كنت في مدينه نصر. لعبت درجه رابعه في مدينه نصر وبعدين درجه ثالثه في مدينه نصر. بعد كده انتقلت للشرقيه للدخان. ازاي الخطوه دي؟ والله يا كابتن الخطوه دي يعني يعني انا كنت بتحايل على الناس ان انا ادفع اي فلوس عشان خاطر امشي من مدينه نصر. جاي لي انديه كتير بصراحه. كان جاي لي ناشئين المقاولين. كان جاي لي الناشئين في بتروجيت. كان جاي لي بورتو دلوقتي موجوده دلوقتي بتلعب درجه ثالثه. كان قبل ما اروح الشرقيه الدخان. وطبعا ناشئين الاهلي طبعا كانت جايه لي. وكان كابتن حسام كان هي عايز يوديني الزمالك. حسام وصف. فكان جاي لي كذا انديه الله يرحمه. فكان جاي لي انديه كتير. كنت كل مره مثلا اقول لهم عايزين مثلا كام، يقول لي 10,000 جنيه. فطبعا 10,000 جنيه كان مبلغ طبعا. مش عارف اجيبهم منين. فمثلا كان يجي نادي يقول لك ماشي هندفع 10,000 جنيه. حلو جدا. يجي يقول لك لا عايزين 20. فا يا جماعه 10,000 جنيه ما حدش هيدفعهم اصلا. ده ما صدقت حد هيدفعهم. كان يجي يقول لك خلاص ماشي طب هات ال 20 مثلا. يجي النادي 20 يقول لك طب خلاص عايزين 30. كانوا ايه بقى يفضلوا يلعبوني في كده. فطبعا كان الدنيا بتقف. فجي بقى الشرقيه للدخان وجالي بتروجيت. وكان جاي لي وكنت بتمرن مع بتروجيت. وكان دلوقتي منهم باسم مرسي كان بتمرن معاه ساعتها في بتروجيت. كان في لعيبه طبعا كتير مع كابتن سمير صبري وكابتن كان ساعتها مدير الكوره كابتن رمضان السيد. فكان ساعتها بنسبه كبيره كنت خلاص رايح بتروجيت. فبس ما حصلش نصيب ورحت الدخان ساعتها. كان برضو اتفاق كده. بس ساعتها حصل حاجه يعني من عند ربنا. ما هي دي الدروس بقى اللي احنا بنتكلم فيها. اتفضل. اللي حصل بقى اللي انا ساعتها كنت خلاص هخلص في بتروجيت. كنت ساعتها طبعا هتقعد مع 91. تمام. فانا ساعتها كنت 92. فجي قال لك فتره كده النادي عندنا في مدينه نصر قال لك احنا هنيجي ال 91 اللي هم ال 91 و 92 واللي هم كويسين هيطلعوا الدرجه الاولى والباقي ايه هيمشي. تمام. فمشيت. جت هنا بقى ما مشيت ايه ما لا الحمد لله كنت كويس. كنت كابتن الفرقه. كنت كابتن الفرقه في المراحل كلها طبعا. فكان جه بقى ساعتها اسمي في الكشف نسيوا يكتبوه. لا والله
دي من عند ربنا. من عند ربنا يعني. انا ولا قلت لحد ولا كلمت حد ولا حاجه. في مدرب كان في مدرب هو كان برضه كان بيساعدني نفسي امشي بصراحه يعني. كابتن محمد فضل كان نفسه ولا انا امشي. محمد فضل محمد فضل لا لا واحد تاني في فريق نصر كان نفسه برضه يعني. انا لما كنت كلمته كتير قال لي انا عارف انت تعبت وانا ان شاء الله اساعدك ان انت تمشي وبتاع. سبحان الله يعني جت من عند ربنا. من عند ربنا اسمك ما اتكتبش في الكشف اللي هو الناس المميزين اللي هو اللي هيتأيد مع اللي هيتأيد المفروض ان انا اتأيد ايه قائمه ثانيه. حلو. فطبعا عشان هتأيد قائمه ثانيه لازم امضي على عقود. تمضي على عقود. طبعا يا جماعه سيبوني امشي. ما رضيوش ما رضيوش ان انا امشي. قالوا لي لا انت هتمرن. كنت بتمرن ساعتها. يا جماعه انا جاي من نادي. قالوا لي لا. شركات الشرقيه الدخان بعت لهم فاكس. اتصلت بيهم يا جماعه الشرقيه الدخان بعت فاكس. وانا ساعتها يعني خلاص هندي فري. يا جماعه الشرقيه الدخان بعت فاكس. راح قالوا لي لا. كان ساعتها جت الشرقيه الدخان من دوري الشركات. ايوه. كنت بلعب على دوري الشركات بلعب مع شركه الانشاء والطرق وبلعب شركه الشرقيه الدخان اخر ماتش في الشركات هناك. ما انا ربنا كرمني بقى وانا بلعب في مدينه نصر. لعبت دوري الشركات. اي حاجه كانت بتجيب طبعا كان بيجي لي مرتب طبعا وكانت حاجه طبعا كويسه بساعد بيها طبعا والدتي كان برده متمرن في مدينه نصر يعني. كانت النصيب ان احنا كنا بنتمرن برده في مدينه نصر وبنلعب الماتشات هناك وكده. فاحنا بنلعب شرقيه الدخان اخر مباراه هناك. المباراه دي اللي هيكسب هيصعد دوري الجمهوريه للشركات اللي هي بتلعب اللي هي البطوله اللي هي كل سنه المجمعه. فجت الحمد لله كنت عامل ماتش كويس قوي وكان ربنا كرمني والحمد لله كنت كويس قوي تمام. والمدرب بتاع الشرقيه كان قاعد بيتفرج. راح نزل لي بعد الماتش على طول قال لي احنا عايزينك احنا عايزينك معانا وكلم المدرب ساعتها معانا وكلموهم قال لهم احنا عايزين حسين. فقالوا له طب هو بيلعب في مدينه نصر. كلموهم فساعتها بعتوا الفاكس تمام. بعدها باسبوع كنت انا بقى الفتره دي كنت شغال في سنترال. سنترال شغال ايه بقى؟ تحت البيت سنترال بحول رصيد و تحت بيتك. كلمه تحت البيت السلام. فكان تحت البيت على طول بالظبط. فكنت واسع براحتي الشغلانه دي اسهل بالكوره على فكره. لا ما الكوره يعني كانت اهم حاجه الكوره بس طبعا يعني كان حاجه لازم لازم تكمل بيها. انا برضو ما المشكله اللي انا من زمان والدتي طبعا كانت تصرف هي وجوز والدتي. فانا انت كم اخ؟ اربعه بنات واخويا محمد وانا وانا اصغر واحد السادس. فطبعا كانت الدنيا كانت صعبه طبعا. ظروف والدتي طبعا جهزت اخواتي وجوزوا واخويا كمان كان داخل على جواز واتجوز. فانا الحمل هيبقى كتير فقلت انزل اشتغل. انزل اشتغل كده تحت البيت. 300 جنيه هيجوا في الشهر حلوين. اي حاجه تيجي مع الشركه مع النادي تمشي الدنيا. فساعتها لقيتهم بيتصلوا بيا وانا في السنترال تحت شغال. فبيقولوا لي احنا عملنا كذا كذا يا ابني محدش رد علينا. بتوع الشرقيه الدخان. كانوا متابعينه وكانوا عايزين بصراحه الموضوع يعني. فقلت لهم يا جماعه طيب انا ما اعرفش ايه بصراحه اللي حصل بس انا هتصل دلوقتي وهعرف. قفلت اتصلت بناس في النادي. النادي قال لي راح دخلوا اللي هو النشاط الرياضي اللي بيجي عليه الفاكسات. الفاكسات قال لي لا ما فيش حاجه جت. يا جماعه ما فيش حاجه جت ازاي؟ الناس كلموني قالوا لي جه. قلت خليهم يبعتوا تاني دلوقتي. راح قفلت معاهم اتصلت بالتانيين بعتوا فاكس بساعتها. رد عليهم قال لي طب استنى ندخل لمدير الكوره ومدير الكوره يدخل لرئيس النادي. لفه كبيره يا جماعه يعني. احنا عايزين نخلص عشان خاطر اشوف ربنا يكرمنا اروح ولا ايه. راح قالوا لي طيب خلاص ماشي. بعدها راح ردوا عايزين كم 40000 جنيه من 40000 جنيه. الدخان قال لهم يا جماعه لا احنا هندفع 10. لا مش هينفع. لا وصلت 30. لا 20000. راح الدخان قال لك خلاص هندفع ال 20000. جت نسيوا يكتبوا اسمي في ايه في القايمه. في القايمه. جت من عند ربنا. فخلاص انت رحت للدخان. رحت للشرقيه ببلاش. ببلاش. حلو. ساعتها راح الشرقيه الدخان قال لي بص احنا هنعمل معاك حاجه كويسه. هنديك ال 20000 جنيه. هنديك ال 20000 جنيه ده عقدك. لا عقدي في السنه. عقدك في السنه كلها 20000 جنيه. في السنه كلها عقدي 20000 جنيه. ده كان يعتبر اول عقد. اول عقد بالنسبه لي. اول عقد يعني. فطبعا بالنسبه لي طبعا رقم. رقم. الحمد لله. طبعا كنت مبسوط جدا. قلت لهم بجد؟ قالوا لي قلت لهم طب خلاص ماشي. مضيت. مضيت. كام سنه؟ مضيت 5 سنين. تمام. انا بمضي على الابيض على طول. عندي شويه 5 سنين ب 20 كان كل سنه. كان المفروض كل سنه هزيد 5000 جنيه. حلو. 20000 جنيه. ده انت الحمد مميز لله. الحمد لله. طبعا كنت قال لي طبعا واحد بس الحمد لله كان يعني بالنسبه لي رقم كبير. رحت للحاجه قلت لها يا حاجه طبعا عشرين هي فساعتها رحت اول تمرينه الحمد لله كان ربنا كرمني وتاني تمرينه تاني يوم ما رحتش. كان كنت بلعب كان في رمضان فكنت بلعب دوره رقم في رمضان واتخبطت. ما لا مع شركه نوكيا. فكنت بلعب معاهم الدوره ديت في اللي كان والدي برده واخدني سبوبه برده. هعمل ايه لحد بقى اشوف اتقعد ولا لا. لسه ما مضيتش بقى في اول يوم ما مضيتش. راح رحت فرحت لعبت تاني يوم وما رحتش التمرين. حلو.
خدت في الدوري كنت كل مباراه اخد من اوف ذا ماتش واخد تيشيرت واروح. حلو. كان في استاد القاهره. المهم راح تاني يوم فطار اتصلوا بيا انت ما جيتش اليوم مش عارف ايه. يا جماعه والله معلش انا كان عندي ظروف فما عرفتش اجي. حلو. طب خلاص بكره لازم تيجي ضروري ومش عارف ايه وايه وايه. طب يا جماعه خلاص ماشي انا جاي بكره. تاني يوم رحت وما رحتش الدوره. لا والدوره كانت طبعا دور الثمانيه كان فكان ما رحتش فخسروا من غيري طبعا. وانا رحت بقى النادي اول ما رحت اول ما دخلت قالوا لي تعالى. قلت لهم فين؟ قالوا لي ادخل. راح مضيت على طول على الاوض. مضيت على كل حاجه. كل حاجه بقى خلاص بقى راح نزلت بقى وخلاص بقى وتأيدت مع. كان كام سنه عندك حسين ساعتها؟ كان ساعتها عندي 19 سنه بالظبط. 19 سنه كنت لاعبا في شرقية الدخان درجه ثانيه. درجه ثانيه تمام. رحت ربنا كرمني اول سنه الحمد لله جبت حوالي سبعة جوال. لعبت كام سنه في الشرقيه؟ لعبت سنتين. سنتين بس اول سنه ربنا كرمني وعملت سنه كويسه جدا. يعني حتى السنه ديت كان معايا لعيبه كبيره ساعتها طبعا كلهم كانوا جايين من الوقت دوت ممتاز. كابتن هاني حسن بتاع الترسانه، كابتن وائل الحسري، وكان كابتن اسامه نجيب، كابتن محسن الشحات، كابتن حلمي. كان اللعيبه كلها اسماء كلها جايه من انديه كبيره في الدوري الممتاز يعني. وكان طارق سعد. طارق سعد كان معاكم في الاهلي. وكان مصطفى رمضان برده في الجيش. كان لعيبه كتير دكه ومش عارف. فربنا كرمني ولعبت معاهم. كابتن عماد النمر لعبت معاهم اول سنه فطبعا كان اسامي كلها كبيره ف مش مصدق طبعا. وانا كمان بالنسبه لي ما كنتش كمان اول ما روحت يعني كنت انا صغير ف ما كنتش لسه بلعب قوي مش عارف ايه. فالحمد لله ربنا كرمني قبل الدوري باسبوع لعب الالومنيوم عندنا ماتش ودي عندنا في شارع الدخان. شارع الدخان ماتش ودي. الماتش ده لعبنا وكان مودرن. كان مودرن سبورت ساعتها كانت بتصور. كانوا جايبين لقطات وبتاع. جبت ساعتها 3 جوال. حلو. قبل يعني كان اخر ماتش ودي قبل اول ماتش في الدوري كان عندها السكه الحديد قبلها. جينا راح ربنا كرمني وجبت 3 جوال. فانا ساعتها اصلا كنت اعتبر بره ال 18 خلاص يعني. راح ربنا كرمني جبت 3 جوال. راح كابتن راح نداني كابتن خلى معسكر بقى كابتن ابو بكر في الدخان. نداني وقال لي قال لي انت ان شاء الله معانا في ال 18 بعدها بقى بكام يوم بقى في المعسكر قبل الماتش بقى قال لي انت ان شاء الله معانا في ال 18 وان شاء الله هتنزل الشوط الثاني وان شاء الله هتقلب الماتش ومش عارف ايه وايه. وطبعا كنت لسه صغير طبعا وكان السكه الحديد ده كان ساعتها متذاع كمان. فراح ربنا كرمني ونزلت الشوط الثاني فعلا بس كنا خسرنا 1-0. خسرنا 1-0 بس الحمد لله يعني عملت محاولات على الجون وكنت كويس الحمد لله الماتش ده. بعد كده راح اول سنه دي بقى راح ربنا كرمني جبت بقى حوالي 7 اجوال. عدت اول سنه. عدت اول سنه بقى وساعتها كان في مفاوضات بالاهلي. من الاهلي؟ كان كابتن وائل رياض. كان كابتن وائل رياض كان بيجي يتابعني. سيتوس. كان من اول الناس اللي تابعتني بصراحه وكان بيكلمني دايما وكان كابتن مجدي طلبه ساعتها مدير الكوره. كانوا بيكلموني ساعتها وهو ونادي الزمالك بصراحه. رحت نادي الزمالك برضو كلموني كان كابتن اسامه نبيل. طب قبل بقى احنا عند نادي الزمالك وكلموك نادي الاهلي. نادي الزمالك والاهلي كلموك. خلينا عند النقطه دي. بتقعد مع مين في المعسكر في الاهلي؟ محمود وحيد. محمود وحيد ومين تاني بتقعد معاه يعني؟ محمود وحيد اكتر واحد حتى في واحمد الشيخ. الشيخ اوقات كتير انا وهو مع بعض لان طبعا بص بتوع المقصه كلنا جنب بعض كده مع بعض كلنا. ما فيش حاجه اسمها بتوع المقصه. لا اللي هو بتوع المقصه اللي هم كانوا مع بعض يعني. كلنا باكتريت الاوقات مع بعض اللي هو عشان احنا عارفين بعض طبعا من بدري اكتر من لعيبه الاهلي طبعا كلنا واحد. نشوف مين اول حد هيكلمك النهارده. اول واحد اقول الو وعلي صوتك شويه. الو نفتح شيخو على طول كده هسحس بتاع الشيخ على طول. عامل ايه يا حبيبي؟ حبيبي منور يا كابتن الفلير. حبيبي ازيك يا شيخ احمد الشيخ اخبارك ايه؟ منورين والله. حبيبي انت اللي منور اخبارك ايه؟ الدنيا تمام؟ كله تمام والله يا كابتن. انت فين يا احمد؟ انا موجود يا كابتن بتمرن الحمد لله. تتمرن الدنيا تمام وكله كويس؟ الحمد لله مركزين الفتره دي وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي يعني. ربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله. يعني حسين الشحات رحله كفاح برضو من زمان جدا جدا وخط واحد خط واحد وسكه واحده وكل حاجه ونادي واحد قبل ما تيجوا النادي الاهلي. يعني قول لنا اهم المميزات اللي بيتميز بيها حسين الشحات يا شيخ. والله يا كابتن انا سمعت مجروحه في حسين يعني ما اقول عليه بصراحه اقدر اقول حقه لان لعيب محترم جدا بره الملعب كمان. يا كابتن حاجه يعني بقول لك ايه بلاش الكلام الدبلوماسي ده. انا ماليش في الكلام الدبلوماسي ده بعد اذنك. بص احنا ما حدش سالت فيه مجروحه والله بتكلم. طب احنا بقول لك احنا ما حدش بيتفرج علينا انا وانت وهو بس اللي بنتكلم بس مفيش حد تاني. انا هقول لك هات لي المفيد بالظبط.
بص يا كابتن، هو يعني انا حسين انا بحبه جدا، لان تقريبا هو يعني عدى على مراحل كتيره شبيهه من اللي انا عديت بيها. اللي هي بقى المراحل الصعبه بتاعت لعيب الكوره بقى من الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه والحاجات دي كلها. فانا انا انا مريت بنفس اللي حسين مر بيه، عشان كده انا فرحان جدا بالمستوى اللي هو ظاهر بيه الفتره اللي فاتت دي. مبسوط جدا، واتمنى هو يكمل على ده، وباذن الله يكون باذن الله مع اللعيبه الموجوده ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق انجازات النادي ونحقق بطولات للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. تفتكر ان الهدف اللي جابه في بطوله زي بطوله السوبر مثلا فرق معاه يعني معنويا؟ اكيد يا كابتن، اكيد كان عليه ضغط اكيد. عمك كنت عارف الاحداث اللي حصلت مع حسين والظروف اللي كانت محاطه بيه. شيخ ممكن تتحرك يمين او شمال شويه عشان مش سامعينك كويس. طيب كده كويس كابتن؟ اتكلم انا. يعني كان مر فتره صعبه جدا. لكن الحمد لله ربنا وفقنا ان هو لعيب كبير وقدر ان هو يشيل الضغوطات دي دماغه خالص. الحمد لله ربنا وفقه. واكيد طبعا معنويا الهدف اكيد كان اكثر معاه ضغط بشكل كبير معنويا نفسيا، وخلاني يطلع كل اللي عنده بعد كده. ولسه حسين عنده اكتر من كده. اخر مره عزمك على حاجه ايه؟ لما انا كنت لسه اقول لك، اصلا الشيخ هو اللي قال لي ان انا اجيب الجون بصراحه بدري كده. هو كان هو في ماتش السوبر يعني هو وكذا حد تاني بصراحه. سواء الشيخ كان قال لي قال لي انت ليه هديه عندي اهو، قال لي هديه اهو، قال لي هديه اهو. جاب لك حاجه يا شيخ؟ جاب لي هديه بصراحه. طب مش عايز تقول ايه ولا ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع بقى، مش ينفع بقى هتلم عيال الناس ليه يا نجم؟ بقول لك ايه؟ عايزين نعرف. طب ما الناس عايزه تعرف، الناس عايزه تعرف ايه الهديه اللي جابها لك. بلاش يا كابتن، بلاش بلاش عشان ايه؟ هتتحسب بلاش. طيب خلاص ماشي بلاش، انا يهمني ان انتوا ما تحسدوش بصراحه. بلاش. طب اخر مره عزمك على حاجه امتى؟ بلاش الهديه. حسين على طول يا كابتن، والله بجد حسين، والله بالسلام بجد. يعني حسين ممكن تسال حضرتك اي حد عليه، اي لعيب صغير، لعيب في الفرقه، لعيب كبير. يعني بني ادم مخلص جدا ومحترم جدا، وبيحب الخير للناس كلها، وبيحب يعني اقول لك ايه، يعني بيحب يعمل خير كتير جدا والله يا كابتن. الحمد لله. اتفضل يا استاذ قول له حاجه. وانا الشيخ يا كابتن، يعني انا زي ما هو بيقول، يعني ولا شهادتي هتبقى فيه مجروحه زي ما هو شهادته هتبقى مجروحه فيا. الشيخ يعني لعيب كبير، يعني الشيخ ما حدش يقدر يختلف عليه. الشيخ هداف الدوري، الشيخ من نجوم الدوري. يعني الشيخ انا لعبت معاه يعني قبل حتى الاهلي. الشيخ يعني لعيب كبير جدا، هداف، بيلعب بدماغه، يعني بيلعب برجله، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني نجم كبير. انا فضلت اتكلم عليه. بخيل طيب ولا برضه ولا لا؟ الشيخ مش بخيل يعني؟ لا مفيش حد بخيل يا كابتن. مفيش حد بخيل. مفيش حد بخيل. كله بيسرق. كله بيسرق. مش يا يا احمد، اي حد في النادي الاهلي ما ينفعش يبقى بخيل. ماشي بخيل يا سيدنا، لعبه شويه انت. يعني انا عارف ان كل الاهلاويه بسم الله ما شاء الله، لكن يعني سيبنا لعبه شويه. مالك حبيبي يا ابو حميد، شرفت ونورت ودايما منور. شكرا جدا. حبيبي يا شيخ. جميل احمد الشيخ. انا بحبه الشيخ حبيبي، انا بحبه على المستوى الشخصي يعني. الشيخ حبيبي يعني، على طول دايما مع بعض زي ما بقول لك كابتن. يعني احنا مع بعض من بدري، فيعني حتى ما يكون في حاجه مثلا، انا مثلا وحش، او مثلا الشيخ وحش، او اي حد مثلا وحش، بنتكلم مع بعض. هو لا يعني مثلا مش ده حسين، او مش مثلا ده الشيخ، مش ده وحيد، مش هشام محمد كده. يعني هو دايما كنا مع بعض، ميدو جابر، عمرو بركات، يعني الناس دي، يعني لان احنا كنا قريبين من بعض قبل مثلا حد يجي الاهلي او اي حاجه، فاحنا علاقه كده علاقه مع بعض كبيره طيب. جدا. وصلنا لغايه ان الانديه طالباك وهتمشي من الشرقيه للدخان. خلينا نعدي السنتين بتوع الشرقيه للدخان، وبعدين رحت مصر المقصه. القصه دي جت ازاي؟ المقصه؟ المقصه جت يا كابتن اني كنت انا ساعتها رايح الاتحاد السكندري. رايح الاتحاد السكندري. ومضيت، وكنت انا لسه ساعتها خاطب وانا في شارع الدخان، وخلاص يعني شارع الاتحاد لو هروح، فطبعا يعني اختي هناك طبعا وجوز اختي، بس طبعا حد يبقى معايا. فكنت خلاص قررت ان انا هتجوز، انا رايح الاتحاد خلاص انا هتجوز. فساعتها رحت الحمايه وزوجتي، احنا كنا متعددين احنا مثلا نتجوز بعد سنتين او ثلاثه. تمام. قلت لهم انا هتجوز ساعتها، اصلا ما عداش ست شهور يعني، حتى عايز اتجوز بقى. فقلت لهم انا عايز اتجوز، انا مسافر بقى خلاص بقى، هقعد لوحدي ازاي؟
فراح حماية قال لي يا ابني لا ومش لا ما ينفعش ومش قلت له لا انا ما اصلا انا مسافر لا انا قلت له بص انا بصراحه انا مسافر اسكندريه انا مضيت في نادي الاتحاد الاسكندري ومضيت والنادي اتفق مع النادي وانا خدت فلوس وخلاص انا جاهز فقال لي يا ابني طب ما هو الشقه مش شقه قلت له انا هاجر الشقه هنا هجيب شقه اجار حتى ما كانش معايا طبعا ده انا تجيب اجيب المقدم حتى خدت المقدم جهزت بيه كل حاجه واللي انا خلاص مسافر حلو صرفت اسكندريه خلاص محضر نفسي ان انا خلاص يعني انا هتجوز وهسافر خلاص بعدها فتره تعداد سبحان الله يعني انا خدت الشيك انا مضيت في الاتحاد الاسكندري وهم متفقين على النادي وخلاص اتفقوا على فلوس وكل حاجه وانا صرفت الشيك والراجل قال لي خلاص اصرف الشيك انت معانا ان شاء الله وكل حاجه تمام حلو وهتدي جواز وكل حاجه وكان ساعتها عندنا ترقي مع شارد دخان في الاتحاد في هناك برضو في ملعب الاتحاد الاسكندري في اسكندريه فخلاص كل حاجه بالنسبه لي خلصانه الحمد لله جت مره واحده النادي بعد ما كان متفق اللي هو هيدفع فلوس لشركه الدخان فلوس مره واحده كاش قال لك لا عايزين نقسط طبعا شركه الدخان شركه الدخان ساعتها قال لك مش هينفع قال لك خلاص انا اتفقت خلصني انا خلاص انت اتفقت معايا من هنا لهنا الموضوع ايه وقف اتقفل وانا كنت خلاص ايه صرفت فلوس هتجوز خلاص جبت كل حاجه فراح اتجوزت قبل رمضان بالثلاث ايام بالظبط يوم 27/6 فاتجوزت ساعتها وبالظبط فاضل 3 ايام على رمضان بالظبط الكلام بجد 3 ايام بالظبط على رمضان وكل حاجه تمام اتجوزت واول اسبوع بقى رسمي رسمي يا باشا خلاص رسمي كاتب الكتاب ودخل ودخل كل حاجه جت بعدها اول اسبوع فطبعا لسه اول جواز ده اول اسبوع ليا طبعا ونايم بس كده كان في رمضان طبعا الظهر لقيت الظهر التليفون بيرن بس انا طبعا عامل تليفوني سؤال مش نايم بقى لقيت التليفون زوجتي عمال يتصل ببص كده لقيت محمد اخويا ووالدتي كله عمال يتصل ببص كده بقول الو لقيت اخويا بيقول يا ابني انت فين يا بارد انت مش شتمني قلت له يا ابني في ايه انا نايم قال لي انت نايم ايه بص تليفونك كده وبص لقيت مثلا 25 مسج كول مثلا منهم من اخويا مثلا والوكيل ووالدتي كذا حد ناس كتير عماله تسال والناس في المقص قال لي يا ابني بتوع المقص عايزينك دلوقتي وعايزين يقعدوا معاك دلوقتي يا ابني دلوقتي انا نايم قال لي في رمضان الساعه 12 الظهر يا ابني انا نايم قال لي يا ابني عايزينك دلوقتي قلت له دلوقتي طيب محمد حاضر قمت بقى خدت بقى ساعه فين بقى في السلام برضه مأجر شقه في السلام اوكي ما خلاص ما انا اجرت بقى الشقه وجبت حاجه لا خلاص بقى قعدت بعد الاسكندريه قعدت في السلام رحت رحنا قعدنا مع الناس مع مصر المقصة ومضيت وكان ساعتها كان استاذ محمد عبد السلام موجود وكان كابتن ايهاب جلال كمان موجود يعني كان ساعتها كمان كان كابتن ايهاب لسه ماضي في مصر المقصة تمام فكان شاف فيديوهاتي وقال لهم انا عايزه هو لعب كويس وانا محتاجه وخلصوا خلاص كده بقيت في مصر ايهاب جلال مضيت ساعتها وطبعا المفاوضات بقى خدت وقت ما تقوليش قصه بقى وتاني قصه قصه لا لا خلاص ما خلصت بس خلص. قصه بقى يعني غريبه ايه اللي حصل اللي حصل هم اتفقوا على الفلوس ان مع شركه الدخان كان متفق اصلا مع الاتحاد على 600,000 كاش تمام المقص قال لهم لا احنا ندفع مثلا مبلغ اقل مش عارف ايه لا مش هينفع من هنا لهنا من هنا وصلت 500,000 جنيه تمام المقص الدخان عايزهم كاش المقص عايز يقسط المقص قال لي انت ليك 600,000 انت والنادي لو انت خلصت ب 300 قعدك يبقى ب 300 خلصت ب 500 قعدك يبقى ب 100 فانا طبعا مش عايز اخلص بقى عشان استفاد على الاقل انا طبعا ف جه قعدنا مع الناس كل شويه نقعد معاهم كل شويه نكلمهم كل شويه فاكسات طبعا مفاوضات بقى كتير جه راح كلمناهم ساعتها بقى ورحنا قعدنا بقى راح عرضوا عليهم ساعتها المقصه 400,000 جنيه ومثلا 15% في حاله البيع حلو قال لك لا احنا عايزين 500,000 جنيه مش عايزين حاله البيع يا جماعه اسمعوا الكلام يا جماعه اسمعوا الكلام قال لك لا 500,000 يا جماعه قال لك المهم هنا هنا ربنا كرم فانا قلت المقصه قلت لهم يا جماعه انا متنازل عن فلوسي كلها بس المهم ان ربنا يكرمني واجي العب معاكم انتوا فريق محترم وانتوا عايزيني زي ما انتوا شاريني انا طبعا هشتريكم وانا هكمل وادفعوا الفلوس كلها وانا مش عايز فلوس يا ابني كده تاخد فلوس قليله قلت لهم يا جماعه مش فارقه مش مهم مع ان ساعتها تاني سنه في الدخان انا كنت وعقدي زودوه لي خدت 100,000 جنيه بعد ما كان 20,000 جنيه حلو جدا زدت مره واحده اللي كان ربنا كرمني وكان جاي لي عروض فهم قالوا لي بدل انت ربنا كرمك وجاي لك عروض احنا كمان هنقف جنبك وهنعمل لك عقد كويس فنفس الرقم اللي انا كنت باخده في الدخان هاخده في المقص حلو ووافقت قلت المهم ان انا العب ممتاز ممتاز ربنا كرمني كده رابعه ثالثه ثانيه ممتاز خلصوا الموضوع رحنا الدخان خلصنا كل حاجه رحت مصر المقصة اتمرنت ربنا كرمني الحمد لله مشي كويس كنت بتمرن طبعا قعدت حوالي 7 مباريات ما بلعبش في المقص ده ادخل مثلا مباراه بعد احتياطي ما بلعبش جت في مره
كنا بنلعب نادي النصر، كان ساعتها نادي النصر اول سنه يصعد دوري ممتاز. فبنلعبهم في بيتروس بورتا. ففي الدقيقه مثلا 43، في الدقيقه مثلا 40، لان نزلت في الدقيقه 43، دي 40 كابتن احمد حسام اللي هو كان بيلعب في الزمالك الباك رايت اتصاب، ومفيش باك رايت بره، اما منزلينك باك رايت. كابتن ايهاب قال لي سخن سخن سخن، اي حد يلعب باك رايت كده يا جماعه؟ مش ما انا كنت هداف في الباك رايت. قال لي انزل باك رايت. نزلت في الدقيقه كام؟ 43 او 44. اتلعبت الكوره هوب، الحكم صفر، الشوط الاولاني خلص. حلو. الشوط الثاني نزلت طبعا اول مباراه ليا في الدوري الممتاز، اول مباراه ليا رسمي، ربنا كرمني الحمد لله، كنت ماشي كويس، وساعتها الشيخ جاب جول، يعتبر عملت له جول يعني، لان لعبتها وحد لمسها يعني، كنت مشارك فيها والشيخ حطها جول. كسبنا 2-0، كانت بقى بدايتي من هنا. تاني مباراه لعبنا الجيش عندنا، خدنا 6 6 6-1. ده ايه الحظ ده؟ بس الحمد لله، الحمد لله يعني، انت كنت كويس. كنت كويس، وحتى كابتن ايهاب ساعتها احنا خسرنا، بس انا استغربت من يعني كابتن ايهاب حتى في المحاضره بعدها يعني بعدها بيومين، كان تاني مباراه ليه يعني اول مباراه، فالكابتن ايهاب راح قال لهم بصوا احنا خسرنا، بس الاداء الرجولي الوحيد اللي كان في المباراه حسين الشحات. انا مستغرب، لو طبعا احنا خسرانين 6 ما ينفعش. قعدت قد ايه في المقصه يا حسين؟ قعدت 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. فضلت بقى في المقصه دايما حسين. الناس تقول حسين حسين حسين. رحت المنتخب اعتقد؟ لا لا، ما رحتش المنتخب، رحت العين بقى على طول. نعم، رحت العين بقى من ساعتها بقى مفاوضات طبعا. بعدين جت مفاوضات العين. اللي كانت الاهلي قبل العين. العين الاهلي قبل العين. الاهلي كلموا رسمي مع رسمي معايا ومضيت لا احكي لنا الحته دي. رسمي اللي انا ساعتها كنت الحمد لله كنت هداف الدوري ساعتها. تمام. ساعتها كنت هداف الدوري وكنا ماشيين كويس، والحمد لله كان ربنا كرمني، كان خلاص داخلين على شهر واحد. قابلت كابتن عصام سراج ومضيت معاه. مدير التسويق ساعتها. مدير التسويق ايوه. مضيت وخلصنا كل حاجه واتفقنا على كل حاجه، حتى الفلوس كنت باخدها في المقصه كنت هاخدها برضه في العين. زي نفس حوار الشرعيه الدكان. كانت ساعتها لسه اول مره ازيد في الشرعيه في مصر المقصه. اول مره ازيد الفلوس ديت كنت برضه اتفقت عليها ساعتها، حتى عصام بيقول لي انت هتاخد مثلا مبلغ، فقلت له بص انا اقول لك حاجه، قال لي قلت له انا همضي اقول لك حاجه، قال لي ايه؟ مضيت الاول. مضيت على بياض ومضيت بعد ما مضيت. قلت له بص انا حبا في النادي الاهلي انا الرقم ده انا باخده في النادي. قال لي ايه؟ قلت له انا بقول لك انا باخده في المقصه، بس انا همضي حبا في النادي الاهلي. لان انا عايز العب في النادي الاهلي. نفس الرقم اللي كنت بتاخده. نفس الرقم اللي كنت باخده. تمام. قلت له كمان انا ضامن ان انا هاخده في المقصه كمان اكتر، لان انا بلعب في المقصه، فالله اعلم ساعتها بقى. طبعا نسبه مش حسب اللعب طبعا. فقال لي طب انا هكلم كابتن سيد ونشوف هنعمل ايه. نشوف هنعمل ايه. حلو جدا. قلت له عادي مفيش مشكله. قعدت ساعتها برده مع كابتن سيد، وكابتن سيد قال لي بص اللي انت عايزه انا اعمله لك وكل حاجه ومش عارف ايه. قلت له يا كابتن والله انا مش فارقه معايا، انا باخد نفس الرقم، فانتوا عايزين تزودوني يا كابتن ماشي، ما تزودونيش خلاص. جه ساعتها المفاوضات، كانوا بيتفاوضوا مع المقصه وكل حاجه ماشيه كويس، ودول يقولوا رقم ودول يقولوا رقم، والمقصه عايز لعيبه وفلوس ولا عايز لعيبه. فاكر انا الوقت الوقت ده. مره واحده العين جه العين. حد كلمني، كان ساعتها طبعا في لعيبه كانت ثانيه مرشحه، بس انا ربنا كرمني يعني، فهم ورحت. هناك بقى كان ساعتها كابتن حماد، وكان دفعوا فلوس اكتر من الاهلي. طبعا. فساعتها المدرب حتى هو المتحكم بقى ساعتها. لا لا، ما كانتش يعني، كانتش المقصه. ما انا هكمل لك بقى. اتفضل. كان ساعتها بقى راح كابتن حماد والناس بتوع العين بقى، كان عايزين الموضوع، والمشكله الموضوع كان في خلال 3 ايام بالظبط الموضوع لازم يخلص، ان كان القايمه هناك بتخلص يوم 8. تمام. 8/1. فكان ساعتها يوم 5 بالظبط، يوم 4 بالليل. كان عندنا مباراه مع المقاولين، وقعدت مع الوكلاء ومضيت التفاوض، اتكلموا مع الناس. تاني يوم بعتوا فاكس، هوب يا جماعه ايه الموضوع؟ العين جاي لك رسمي يا حسين ومش عارف ايه وبتاع. اتفقوا على الارقام، بس انا في نفس اليوم اللي انا قعدت مع الوكلاء فيه اتصلت بشمهندس عصام، اتصلت بيه ما بيردش عليا. كابتن عصام سراج. ما بيردش عليا التليفون. ابعت له على الواتساب، فتح اونلاين شير الكلام فانا شايفه يعني، انا فاتح الواتساب وبعت له، فتح على الكلام المحادثه، يخرج تاني اتصل بيه ما بيردش عليا. فانا عمال اقول له عايز حضرتك ضروري ضروري، ما بيردش. راح بعت له قلت له على فكره انا كنت قاعد مع ناس دلوقتي وجاي العرض بره، والناس خلاص هتخلص كل حاجه. شاف الكلام ما ردش عليا. راح تاني يوم اتصل بيا بقى، راح قال لي يا حسين انا مش عارف، قلت لك انا بتصل بحضرتك من امبارح بالليل انت ما بتردش عليا.
قال لي انا بس بكلم الناس في النادي وما تقلقش خير ان شاء الله. قلت له على فكره الموضوع في خلال 3 ايام كل حاجه هتخلص، انا بتصل بحضرتك عشان خاطر اقدركم لان انا ماضي معاكم، فمش عايز انا ابقى انا الغلطان ولا بشكلي مثلا وحش قدام الناس. قال لي لا ما تقلقش كل حاجه هتخلص. قلت له طب تمام. بتوع العين طبعا كانوا بيخلصوا كل حاجه، اتفقوا اتفقوا على الفلوس واتكلموا فلوسي وفلوس النادي وكل حاجه. ساعتها النادي العين المقص قال لهم اتفقوا ساعتها اللي هو يحطوا رقم اللي هو مثلا كده عرض نيه البيع. راح كابتن راح ساعتها بعد ما وافقوا راح بعد كده راح المقاين قال لك لا خليها في ساعتها نبقى نشتري. قالوا خلاص يا جماعه براحتكم دي حاجه بتاعتكم انتوا. بتوع الاهلي ما ردش عليا ما اتصلش بيا. خلاص فانت رحت العين. ربنا كرمني راح رحت العين. حلو. رحت رحت العين دي خلينا نطلع نشوف تقرير نريح الناس شويه. ما تجوش مننا. لكن الحقيقه القصه اللي قالها حسين كلها الحقيقه انا كنت قاصد ان انا اتك على الموضوع ده عشان التحولات الكتير، الشباب اللي قاعد بيتفرج علينا يعرف ان كرة القدم فيها كل شيء، كرة القدم فيها كل حاجة، في ثانية كل حاجة بتتغير، في ثانية كنت بتبقى في حتة لقيت نفسك في حتة، في ثانية اتجوزت وفي ثانية بقيت رايح اسكندرية وفي ثانية بقيت قاعد في مدينة السلام وفي ثانية لقيت في الإمارات. هي دي كرة القدم وهي دي حلاوة كرة القدم وهي ده تحدي كرة القدم. خلينا نطلع نشوف تقرير عن حسين الشحات زيبق جديد. الناس مستمتعة الحقيقة بالحديث الساعة اللي فاتت دي وأنا استمتعت بها أكتر والناس استمتعوا بها بسبب زي ما قلت الدروس اللي مستفادة دايما اللي موجودة. الساعة اللي جاية دي كلامك عن العين وكلامك عن نادي الأهلي أنا عارف إن في أسرار وحاجات كتيرة جدا هنتكلم عنها دلوقتي، ولكن قبل ما نتكلم عن الحاجات دي واحد برضو من حبايبك واحد من الناس القريبة منك جدا اللي أنت كنت لسه بتتكلم عنهم حالا قول أنت. قالوا أنا ما أنا النهاردة بسأل بس يا حيدة. لا مش هو مش وحيد هشام محمد. الاتشا ايوه الاتشا الحمد لله حبيبي انت عامل ايه؟ الحمد لله وحشني جدا والله. ازيك يا هشام اخبارك ايه؟ ازي حضرتك يا كابتن عامل ايه؟ كله تمام؟ اخبار اسكندريه ايه؟ انا بقالي كتير ما جيتش. ما والله تمام يا كابتن الجو حلو الحمد لله. اه طبعا والاسكندرانيه وكل حاجه حلوه هناك دلوقتي. ها لا ناس جميله والحمد لله يعني كل حاجه كويسه كده. ربنا يديك الصحة حبيبي. يعني من أول كلامه كان بيتكلم دايما على حسين الشحات كان بيتكلم على أحمد الشيخ وعلى هشام محمد وعلى محمود وحيد. يعني قول لنا برضو شايف حسين الشحات إزاي خصوصا بعد الموضوع الكبير قوي اللي حصل داخل الفترة اللي فاتت وانتقاله طبعا للنادي الأهلي. اه طبعا في البداية برحب بيه ومتألق دايما تحت والتملي مع نجم الجيل لحضرتك. ربنا يخليك ان شاء الله انك تستمتع بالحلقة وتطلع حلقة جميلة. حسين لعيب كبير مفيش شك طبعا وعنده امكانيات كبيرة وبيتميز بحاجات كتير قوي. يمكن في البداية كان حضرتك عارف لأي حد بيجي النادي الأهلي بيبقى الناس كلها يعني العين بتبقى عليه طبعا وكله منتظر حاجات كتيرة. لكن لعيب الكورة بيحتاج برضه وقت يا كابتن اسلام ان هو داخل على فرقة جديدة وداخل على ناس برضه ما لعبش معاهم. ايوه والظروف كانت صعبة وفي وسط موسم فكل الكلام ده وقت الناس برضه بتبقى يعني ما بتبصلوش قوي بتبقى عايزة اللعيب يجي يعمل كل حاجة. ايوه لكن حسين اشتغل وكان بيحاول وكان بيشتغل على نفسه واحنا كنا بنتكلم كتير هو كان عايز يعمل حاجه طبعا كبيره. حضرتك عارف ان السنه اللي فاتت كان موسم استثنائي بالنسبه لنا كلنا كان صعب في حاجات كتير قوي 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 طبعا وحسين جه في توقيت طبعا صعب جدا لكن اشتغل وحاول وموت نفسه وقاتل وقابل حاجات كتير انتقادات وحاجات كانت صعبه علينا كلنا بس الحمد لله وكان قدها وربنا وفقه وربنا كلل مجهوده بقى كمان السنه دي يعني لما الامور هديت ولما عامل قدر الاداءات محترمه ولما واقف على رجليه والامور بقت بشكل طبيعيه. بان حسين الشحات يعني ما شاء الله السنه دي ربنا يحميه ويحفظه حبيبي يا حاجه جميله يعني ولسه عنده اكثر من كده كمان يعني هنشوف احسن من كده ولا لا. المهم لان هو لسه ما انا من وجهه نظري ان هو ما وصلش ل 50% من مستواه. شوف الفتره اللي فاتت دي بسم الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب لكن انا متخيل ان هو عنده لسه 50% كمان يعني
لا وانا باكد كلام حضرتك كابتن، هو عنده اكتر من كده كمان. لان انا عشرت حسين سنين طويله وعارف قد ايه عنده امكانيات وعنده حاجات كتير ان شاء الله يقدر يطلعها للنادي الاهلي. ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى احسن كمان ان شاء الله. وزي ما قلت لحضرتك هو كان محتاج بس ان هو يبقى برده يعني حسين، انا كنت عارف حاجات وحسين داخل علينا كان مريح فتره طويله جدا ودخل على ماتشات على طول، وطبعا الناس ما بتعرفش الكلام ده. الناس بتبقى مستنيه بس تشوفك في يوم الماتش، ما بتعرفش كواليس او احداث اللي قبل كده، فكله بيبقى منتظر منك احسن حاجه. لكن لما هو اشتغل على نفسه وبدا عمل فتره اعداد وبدا يبقى مع الفرقه وحفظ اللعيبه ولعب ماتشات كتيره، فالحمد لله بقى فايز مستواه دلوقتي. عشرت حسين ثلاث اربع سنين او اكتر شويه، لكن ايه سر حسين الشحات؟ يعني الناس بتحبه، بيشتغل، بيعمل ايه السر في حسين الشحات؟ هو عنده مزايا كتيره كابتن، اهمها ان هو لا احنا بص انا لسه قايل لاحمد الشيخ نفس الكلام، انا ما بحبش الكلام اللي هو ايه اصله بيقف قدام المرايه مش لا انا مش عايز كده، انا عايز تقول لي انا عايز الناس تستفيد ده اولا، ثانيا حسين الناس تبقى عارفه النجوم بتعمل ايه، سواء انت او حسين او فلان او علان او ترتان اي حد من النجوم اللي موجوده، الناس دايما بتاخدكم مثل اعلى. يعني انت في اسكندريه دلوقتي اكيد انت مثل اعلى للناس، طبعاً طبعاً. حسين الشحات مثل اعلى لشباب كتير جدا بعد الحكايه الكتيره اللي وصلها. عشان كده انا عايز الاسرار، يعني ايه الحاجات اللي دايما تخلي الناس تبص على حسين؟ بدايه انا كابتن هو طبعا بر اهله جدا جدا. وده سر كرم ربنا عليه، ان ما شاء الله في ظهر اهله على طول، اولاده ومراته واخواته. هو عذب الحاجه برضه دفعها كتير يا هشام، دفعها كتير برضه الحاجه، قعدت فتره طويله بتدفع. دي حقيقه كابتن، ربنا يخليهم طبعا كلهم طبعا وراه والله، لكن هو قطن حلال وشخصيه طيبه وجميله ومحترمه ومع اهله على طول بصراحه مش سايبهم. وكمان من الحاجات اللي كويسه قوي فينا كابتن وجميله ان هو ما اتغيرش. يعني حسين هو بتاع المقصه، هو اللي بتاع الشيرات والخانق قبل كده، هو اللي بتاع العين، هو بتاع الاهلي. مع نفس اصحابه ونفس منطقته ونفس الناس اللي معاها على طول. صراحه يعني الواحد بيشوف ده وبيتبسط بمثل زي دوت. ان هو مفيش حاجه غيرته، مفيش فلوس غيرته، مفيش شهره غيرته، مفيش حاجه ان هو وصل لليفل عالي قوي فممكن يبقى عايز يبقى مع ناس ثانيه او يكلم ناس ثانيه او يصاحب ناس ثانيه او حاجه. لا محافظ على الحته دي بصراحه، وده لو يرجع لاصل البني ادم ان هو متربي كويس. تربيه بالظبط. طبعا. فدي حاجه من مميزات بصراحه لعند حسين، هو تملي مع اهله على طول، موفر لهم كل حاجه بصراحه. والحته الجميله اللي بشوفها فيه ان هو اهل منطقته، اهل حتته ومكانته في اصحابه، ونفس الناس هم اللي بشوفهم من ثلاث اربع سنين هم اللي مع حسين. وده سر حب الناس فيه، يعني هو في اي مكان متواضع جدا وسهل وبسيط وابن بلد واصول يا كابتن. فالحاجات دي بصراحه بتبقى جميله يعني. حبيبي اتش انا ادم قد ايه؟ ده كلام والله كابتن اسلام بقوله كده، بس دي فعلا حقيقه يعني. عارف والله اتش، انت عارف انت بالنسبه لي ايه، انت كفايه الاحضان اللي انت بتحضنه لي بعد كل جول بصراحه بجيبه. ان هشام يعني ربنا يخليك، يعني طبعا الناس كلها بنفرح كلنا لبعض. هشام يعني بعد مباراه المقاولين وبعد مباراه الزمالك، يعني بعد طبعا كنت حارس طبعا مباراه المقاولين ومباراه الزمالك. لسه القصه دي كلها لا انا بتكلم على هشام. لا هشام نفسه بعد الهدف ما بيحضنك مثلا بعد المباراه مثلا او مثلا بعد الجول بيحضنك حضن مثلا، لا مش صاحبك، لا يعني اكتر من اخوك. لا بجد والله ما بهزر، هشام بيبقى فرحان اصلا يعني. هشام لو جايب الجول مش هيفرح كده مثلا زي ما هو فرحان لي مثلا يعني، مش هو بس كلهم بس هشام. يعني هشام من الشخصيات المحترمه جدا والجدعه جدا، واللعيب من احسن لعيبه في مصر يعني. هشام يعني مش موفق طبعا يعني الفتره اللي فاتت، بس هشام من احسن لعيبه في مصر يعني. هشام انا شايفه اللي هو لعب منتخب مصر مستريح، مش خاطر مثلا هشام، هو هشام عارف بحاجه زي كده. هشام نجم كبير يعني، حاجه كبيره. انا حتى اول ما جيت الناس بتقول لي انت بتحب تلعب مع مين، قلت لهم مع هشام محمد. هشام لعيب كبير، هشام انا بستمتع وانا بتفرج على هشام محمد والله. شكرا جدا يا هشام، دايما مشرف ومنور.
ربنا يخليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. كنت معاك وان شاء الله حلقه كده استمتع بيها الناس كلها. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يكرمك حبيبي اتش. وللنادي الاهلي كتير. حبيبي اتش. وموفق دايما يا حبيبي ان شاء الله. ربنا يحفظك. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم هشام محمد. خلينا ناخد، انا نسيت تويتر الحقيقه النهارده. خلينا ناخد شويه عشان الناس الحقيقه بعتلك كتير جدا. اكرم علي بيقول لك جالك اي عرض للعب في اوروبا ولا لا وفين؟ احنا هنتكلم لسه على الجزء بتاع العين الاماراتي لانه في كلام كتير جدا جدا وكواليس واسرار هتتحكي النهارده لاول مره. عبد الحميد جابر بيقول منور الدنيا يا كابتن حسين حبيبي. ربنا لاعب بروح الاهلي، منتظرين منك الكتير باذن الله. الدوري افريقيا الكاس، وحشنا نشوف الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله. وانا كمان وحشني اللعب. لا انا مع الاهلي ان شاء الله. وحشك اللعب في كاس العالم للانديه. زيكو بيقول مش واجب. زيكو ما ينفعش الكلام ده، مش هيطلع يعني مش هقول الكلام ده على الشاشه. ماشي. مصطفى ناجي بيقول منور الشاشه، مش منور شاشه الاهلي يا كابتن، سبب فرحتك بهدفك اللي سجلته في الاهلي رغم انك اهلاوي؟ سؤال حلو. لا والله يعني انت فتحتني في الموضوع دوت. اتفضل. الموضوع ده كان فيه مفاوضات وفي نفس الوقت كان فيه مفاوضات ناس من الاهلي. من الاهلي وكان في نفس الوقت كان فيه ناس بتقول لك لا ما يصلحش الاهلي. يعني كان اسلام عايزك مثلا جوه النادي وفي ناس ثانيه وبتقول لك لا مش عايزك. اوكي. فانا حتى الاحتفال بتاعي انا كنت عامل كده اللي هو طب اعمل ايه؟ وبعدين يعني اللي هو بعدين طب انا اعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ يعني كان حتى ساعتها الكوره فيها كده اصل هي وجهات نظر في الاخر. انا اهلاوي. شايف حسين كويس فاهم طبعا. هي في العالم كله لحد دلوقتي في ناس طبعا ما بتبقاش مقتنعه بحسين، في ناس مقتنعه بحسين. هتكلم معاك في النقطه دي كتير يعني. فطبعا يعني فطبعا دي حاجه ما حدش يقدر يختلف عليها. فانت ما كانش قصدك حاجه. لا ما كانش قصدي اي حاجه. حتى انا ولا احتفلت مثلا ولا قلعت التيشيرت ولا جريت. لا انا جريت بالظبط، جريت عادي عملت كده اهوت. اللي هو طب انا هعمل ايه؟ اعمل ايه اكتر من كده طيب؟ يعني الوقت ده كان اصلا فيه مفاوضات، يعني كان فيه مفاوضات قويه. وفي نفس الوقت في ناس بتقول لي لا هم مش حدش عايزك. ناس جوه النادي يعني؟ ناس جوه النادي. اوكي. ف يعني وحاجه ثانيه دي الفتره اللي قبل قبل ما اروح العين. اوكي. والسنه اللي قبلها انا كنت بتحايل على ناس ان انا ادخل الاهلي. بتتحايل على ناس؟ كان في مفاوضات وفي نفس الوقت المفاوضات وقفت وفي ناس كلمتني قالت لي يا حسين تعالى اوديك نادي ثاني لان الاهلي مش عايزك. وكلا يعني؟ طب خلي بالك اصل ايوه طبعا. لا انا فاهم دي. لا بس انا صممت. لا قلت لهم لا طب خلاص هم النادي الاهلي مش عايزني انا مكمل في المقصر. اوكي. فهو ده اللي خلاك تبقى يعني ده سبب يعني ده سبب. والسبب طبعا ساعتها حتى ثاني سنه اللي هو بقى اللي هي نص الموسم اللي انا رحت العين فين بعدها بقى اللي هو كنت في المقصه واحتفلت بالجون دوت بعد كده رحت العين. انا كنت مصمم يعني حتى انا من ضمن احلامي اللي انا الحمد لله حققتها اللي هو كنا نلعب في النادي الاهلي. دي كانت حاجه كبيره يعني بالنسبه لي وبالنسبه للعيبه كتير قوي في مصر اللي هي تلعب للنادي الاهلي. تلعب للنادي الاهلي. انا يعني في عروض جت كتير بارقام كبيره بارقام كبيره من وانا في العين للنادي العين وليا. طيب خلينا نروح على طول للكلام ده. ده الناس مستنيه الكلام ده. انت رحت العين الاماراتي. خلينا نتعدى الماتشات والبتاع وكل حاجه وبعدين لعبت في كاس العالم للانديه وهنتكلم برضو عن النقطه دي بعدين. لكن دلوقتي احنا وصلنا ان انت خلاص النادي الاهلي. من اول حد في الفتره دي كلمك لو تفتكر هنا من النادي النادي الاهلي يعني وانا في وانت في العين وانا خلاص في العين. احنا رحنا العين بص ما انا ولعبنا بقى احكي لحضرتك بص حاجه ان انا لما رحت العين خلاص بقى ما انا كلمت كابتن عصام وساعتها سافرت بقى العين. انا سافرت وصلت الساعه 6 الصبح الامارات وقعدت وخلاص كل حاجه خلصت و خلاص اصبحت لاعب في العين. تمام. وانا اليوم ده مع طبعا ما كنتش عارف انام. مبسوط طبعا فرحه طبعا لعيب مسافر محترف هيلعب في دوري كويس نادي كبير جماهير كبيره لعيبه كبيره نجوم على طبعًا. على مستوى طبعا من احسن لعيبه في اسيا. ف كان حاجه كبيره حتى الاستقبال المنافسه استقبلتني اللعيبه كلها بصراحه. انا مش مثلا لعيب مثلا جديد لسه لا انا اكني قديم بالظبط في الفرقه. لعيبه معلش إيه برضه انت مش جاي من اهلي ولا زمالك. ده انا بتكلم فيه بتكلم فيه حتى الناس لا بترحب بيك مثلا انت كنت معاهم في الفرقه. حتى اول يوم دوت اول يوم ليا تمرين
الحمد لله ربنا وفقني جبت جول عالمي بصراحه. جبت جول كده من ناحيه اليمين. إيه؟ لا جول لا في التمرين. في التمرين. اقول جول ليه في التمرين حتى المدرب ساعتها بعد الجول ده راح قفل التقسيمه. قال لك خلاص كده. خلاص جبت جول من ناحيه اليمين كده راحت في البعيده كده في الثمانيه جول. الملعب كله بالمدرب باللعيبه سقفوا لي. الحاجه ابتدى. اول ابتدى الحمد لله. ايه ربنا يديها الصحه يا رب. فكانت بالنسبه لي اللعيبه بتستقبلني استقبال غريب، حتى كان ساعتها عندها بعدها بالظبط بيومين عندنا مباراه مع نادي الوصل وكانت مباراه قمه واول مباراه في الدور الثاني. حلو. والوصل كان الاول والعين كان الثاني واللي هيكسب هو الاول. تمام. هيكمل بقى الدوري الاول. وفي نفس اليوم بتاع المباراه ده كان مباراه السوبر الاهلي والمصري. الاهلي والمصري في الامارات. في الامارات، هم بيلعبوا في استاد الزع واحنا بنلعب في استاد الزعابيل بتاع الوصل. فحتى اصلا ساعتها المفاوضات ساعتها كابتن عصام قال لي المفاوضات بعد مباراه السوبر، قلت له السوبر ايه؟ السوبر ايه ده اصلا خلاص احنا اصلا يوم 8. فساعتها راح رحت ولعبت نفس المباراه ديت وانت قاعد احتياطي، انا كنت هبدا بس فكان مدرب كنت لسه بقالي يومين بقى فراح قال لي لا هتنزل بقى الشوط الثاني، انا بسخن من اول ربع ساعه مثلا. ونزلت حتى ساعتها كان عموري يعني كان عموري اول مباراه طبعا في الدور الثاني وكان هم راجعين من بطوله طبعا مع المنتخب، فقلت له انت هتحرز هدف النهارده، فحتى كان مستغرب حتى هتلاقي في حضن كده انا وعموري يعني اول مباراه لنا احنا اتنين حتى حضني برده متواضع. فقلت له انت هتسجل، كنت انا واقف على الخط الهدف اللي هو سجله انا واقف على الخط نازل خلاص انا سبت تغيير وجريت. فرحت طبعا يعني انا اللي انا قلت له عليه الحمد لله ربنا كرمني ومطرود مننا واحد وكان ده الهدف الثاني 2-0. حتى عموري حضرني اللي هو انت جيت يا ابني كنت تقول لي من زمان. كانت ساعتها ما كانش الكوره ما كانتش عايز تدخل، كانت معما في العارضه مش عارف ايه. فاليوم ده كان يعتبر اول هدف مثلا دي من بعد فتره. فراح ساعتها حضني ومش عارف ايه، حتى انا نزلت اول ما نزلت بعتها جبت كوره في العارضه وجبت سجلت هدف وربنا كرمني وكسبنا اول مباراه ليا. بعدها بقى ربنا كرمني الحمد لله بقى وكملت بقى مع نادي العين الفتره دي كلها الست شهور. والعين بقى راح خلص بقى قبل الست شهور ما يخلصوا كنت انا رحت المنتخب، كانت اول تجمع ليا هو اليونان والبرتغال وهم كانوا ساعتها خلصوا واعلنوا كمان. العين كان اعلن. العين كان اعلن رسمي. تمام. بعد كده بقى حصل مفاوضات في خلاص في اخر السنه في بدايه فتره الاعداد بتاعت العين. كلموني كلمني كابتن محمد فضل وكلمني كابتن محمد يوسف كان موجود كلمني. كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف كابتن محمد فضل. تمام. كلموني و دي كانت اول مكالمه ليه. كابتن فضل وكابتن يوسف. كابتن محمد يوسف. كان ساعتها لسه الاهلي ما لعبش، كان ما وصلش لسه النهائي بتاع الترجي وكان ساعتها احنا خلاص احنا هنلعب كاس العالم انديه لان احنا خدنا الدوري فخلاص العين هيلعب كاس العالم. العين هيلعب كاس العالم انديه. حلو. فانا قلت لهم يا جماعه لو هم هيرضوا يسيبوني قبل كاس العالم انديه شوفوا. تمام. مش هيشوفوا خلاص دي بتاعتهم لان انا هم حافظين على كل اللعيبه الفتره ديت عشان كاس العالم عشان كاس العالم طبعا ده موجود وفي العين فشوفوا هم هيقولوا لكم ايه وانا معاكم ان شاء الله. تمام. راح كلموني اكتر من ساعتها كابتن خطيب كلمني فدي كانت اول مكالمه بيني وكابتن مكالمه بيني وبين كابتن خطيب. عملت ايه بقى؟ ما كنتش مصدق اصلا. الرقم بيتصل كان معاك الرقم يعني ولا لا؟ الرقم كان بيتصل وبعد كده انا متابعت لما بردش على الارقام فعرفت ان ده رقم كابتن خطيب، انا اللي اتصلت. قفلت المكالمه كنت بكلمه واتصلت. قلت له يا كابتن معلش انا اسف والله لان في رقم مصر فانا افتكرت اعلان بقى وصعبين لان طبعا ساعتها بقى كان التجديد وكان فتره الاعداد بقى وكده. فراح قال لي طيب ايه هتعمل ايه؟ قلت له يا كابتن حضرتك كلم الاداره بس انا مكالمتك دي فوق دماغي وانا بالنسبه لي خلاص. راح كلم فقالوا له لا الفتره ديت لا فمش هينفع. بعد كاس العالم. فراح هو كلمني وقال لي بصراحه هم كلموني وقلت لهم خلاص يا جماعه نشوفوا النادي العين هيقول لكم ايه وانا اداره العين انا معاهم في كل حاجه مش هقدر ان انا ازعلهم الفتره ديت يعني. تمام. كملنا على كده وبدانا الدوري ما كنتش موفق في البدايه يعني مش انا بس يعني كلنا بس انا ما كنتش موفق كمان يعني حتى الكول كنت بصنعها كانت بتضيع يعني ما كنتش عارف اجيبه كانت بتضيع كانت يعني كانت الحاجه بقى ايه دلوقتي لا كانت وهي بتدعي وهي بتصلي دلوقتي كانت بتدعي وهي بتصلي فالدنيا كانت ملخبطه شويه بعد كده ربنا كرمني بقى بدات اجيب ومش عارف ايه والحمد لله الدنيا مشيت وقبل كاس العالم راح كابتن خطيب كلمني تاني بقى قبل كاس العالم قبل كاس العالم مثلا بشهر كده دي كانت تاني مره اوكي فقال لي ايه الدنيا وانا ايه رايك اكلم الناس دلوقتي قلت له بس يا كابتن انت لو كلمتهم دلوقتي مش هيدوا لك اي حاجه لان كاس العالم خلاص كان بعدها بشهر وانا الحمد لله كان ربنا كرمني كمان وبدات ايه تجيب بقى ارجع بقى واجيب اجوان واصنع والدنيا كانت الحمد لله ماشيه كويس قوي. راح اكلمهم واتكلم معاهم ودي بقى كانت البدايه بقى المفاوضات بقى بجد. كلم
كلم الاداره والاداره قالت له بعد كاس العالم للانديه وخلاص حسين معاكم في الاهلي. طب معلش قبل ما نروح بس نكمل موضوع كابتن خطيب. المدير الفني في العين الاماراتي كان اسمه زوران. زوران واحد من المدربين الكويسين جدا والمحترمه جدا. طيب. مدرب كبير بصراحه. خلينا نروح نشوف مفاجاه كده بسيطه ونرجع لك تاني. خلينا نروح نشوف المفاجاه دي. اتفضل يا بيه. Hi, good evening everybody in Egypt. Best regards from Croatia. I want to talk some words to my friend Hussein El Shahat. He was my player in Al Ain. He make very, very great job with Al Ain. When he come to Al Ain, I didn't know too much about him. But from first day, we have a good touch between us. We feel good vibration between us, and I think in relation between the coach and the player, it's important to be to feel this this good energy to be successful. And between us was very, very good, and Hussein make a really, really great job with Al Ain, and we write together history from Al Ain. First time in the history of Al Ain we won the double. Never so big club, but never in a history make this success. Also we reach with Al Ain the World Club final against Real Madrid. We play a great tournament. Nobody believes, nobody knows so much about Al Ain, but after this tournament all world talk about Al Ain. It was a main amazing achievement. Hussein was the one of the most important member of our team. Like I said, he scored amazing goals, amazing assist. He showed the great energy for the team, and me as a coach, I was very happy to have player like Hussein at the team. I know that he's now in Egypt, in one of the biggest club in Egypt. I hope he will do even better than this what he do in Al Ain. Also, I wish him all the best for him and his family, and also that he will be successful in the national team of Egypt. And like we said in the football, we never knows what happened in the future. Maybe in the future we will work again together. I am now sport director of my home club Dinamo Zagreb, the biggest club in one of the biggest club in former Yugoslavia and in this area. And also one of my idea is maybe to try to bring Hussein to Dinamo. Like I said, we never knows what happened in the future. I wish to him, his family, all the best. I wish to all people in Egypt good and healed life, and all the best. Regard. Thank you. شكرا طبعا مستر طبعا يعني زوران هو شكله كبير, كبير في اللعيبه بتاعتنا. لا هو مدرب كبير بصراحه. انا اقول لك على حاجه اصلا حصلت, بس يعني انا حابب اشكره طبعا. هو مدرب كبير, مدرب كبير جدا, مدرب محترم, مدرب شخصيه قويه, مدرب يعني على اعلى مستوى فنيا ومحترم جدا, وبتعامل مع الناس كلها اللي بره واللي جوه كل واحد. فده كان من اهم الاسباب النجاح اللي احنا نجحنا بيها هناك نادي العين, سواء انا او اللعيبه كلها. فهو مدرب محترم جدا, وانا بحب اشكره يعني بصراحه. انا الفتره اللي انا قضيتها معاه واحنا دايما في بينا تواصل بصراحه, ان هو مدرب محترم ودايما متواصل معاه. واللي انا عايز اقوله لك بقى ان هو من ضمن الاسباب قبل ما تقول, هو قال كلمتين دلوقتي, قال لك انت واحد من اهم اللاعبين او اهم لاعب في الفريق في الوقت اللي هو كان مدير فني فيه ده اولا. ثانيا في كاس العالم للانديه عملت شغل كويس جدا الحمد لله. قال ايضا ان هو دلوقتي المدير الرياضي نادي زغرب دينامو. هو النادي اللي يعتبر هناك, هو هناك من زغرب المدير, هو كان بيلعب هناك كمان اصلا, هو هناك من كرواتيا اصلا. فكلام مهم جدا. ما انا بقول لك ان هو كمان اصلا انا من ضمن اسبابي ان هو
اما انا جيت امشي هو قال لهم لو حسين مشي انا همشي نادي العين فعلا؟ اه والله حتى انا مشيت يعني هو ما كانش عايزك تمشي. طيب خلينا عايز اقول حاجه تانية في النقطه هي دي اه النقطه ديت لان انا يعني هو كان بيحبني جدا يعني كان بيعتمد عليا في اوقات كتير كان بيلعبني باك رايت مباراه الترجي ومباريات كتير في كاس العالم كنت بلعب مهاجم اصلا كنت مهاجم حتى الجول اللي انا احرزته كان الترجي. انا كنت بلعب مهاجم انا كنت مهاجم الهدف اللي انت جبته كان قصدك حاجه يعني في 3 و2 وبتاع لا الثلاثة دي كانت اخر مباراه لان انا يعني انا الشعب التونسي انا عايز اقول له ان انا عملت كده يعني مش عشان مثلا حاجه اللي انا ضايق حد لا انا اتشتمت واتضربت واتهنت فالحركه دي طلعت يعني لا اراديه تلقائيا بسبب اللي حصل يعني اللي هو ايه اللي حصل انا اتهنتت كتير اتشتمت واتضربت من اللعيبه يعني. كان في ناس بتضربني من غير كوره وشتيمه طبعا بوالدتي واهلي دي يا جماعه مباراه دي مباراه كره قدم يعني انا طبيعي ان انا مش هشتمك مثلا بوالدتك ولا مثلا هضربك من غير كوره فانا ديت يعني طبعا حبا في نادي الاهلي وفي نفس الوقت انا انتوا عارفين ان انا مصري فانتوا بتشتموني ليه خلاص يعني انا مثلا كنت بلعب في العين انا بلعب في العين مثلا دلوقتي مش كنتش بلعب في الاهلي فانا مثلا ما كسبناش فانا هعمل ثلاثه ليك مثلا طب خلاص ما انت تضايقني خلاص انا هعمل لك ثلاثه هضايقك وانت هتضايق اكتر كمان انا بالنسبه لي عادي بس فاني كانت من الاسباب حتى في فيديو وفي صور مع الكوتش جري عليا سبرنت عشان ساعتها حصل مشكله في الاخر يعني ساب الفرحه وساب كل حاجه جري عليا انا سبرنت انا معايا الفيديو ده لحد دلوقتي محتفظ بيه ومعايا الصور من المباراه ديت يعني عمل سبرنت انا كنت ساعتها ناحيه اليمين كده عمل سبرنت من عند الدكه لحد عندي سبرنت ساب الملعب كله جالي انا لان هو كان يعني كان بيحبني جدا حتى اما انا كنت ببقى ماشي مثلا الدنيا وحشه شويه بشكر طبعا زميلنا محمد طه اللي كان له دور كبير في الموضوع ده محمد طه واحد من الناس اللي يعني متعاون معانا جدا في الموضوع ده اتفضل بس فكان بيحبني جدا فحتى اما انا الدنيا مثلا كانت تبقى ملخبطه شويه يقول لي انا عارف ان انت مثلا بيبقى عليك ضغوطات ولا حاجه انسى مثلا الفانس انسى الجمهور انسى الناس اللي حواليك لا ركز انت لعيب كبير انت عارف انت بالنسبه لي ايه وبالنسبه للفرقه ايه وانت مع الفرقه كلها دايما كلنا بنبقى واحد فكان دايما بيفوقني بصراحه دايما كان بيقف معايا وكان المباراه مثلا كان مثلا يا ساعات اودي احنداتي يقول لي مثلا مش معيدك مثلا كده لا انا عارف ان انا معيد حاجه في دماغي وهتنزل وهتسجل وكنت انزل فعلا اسجل كان يفضل يضحك كان حتى يفضل يضحك وحتى مثلا اروح يحضني هو يحضني اللي يقول لي شفت انا عارف ازاي ونفضل نهزر وكده كان مع العلاقه مع اللعيبه كلها الموجوده اللي بره واللي جوه كل واحد كان بيضحك مع كله كان مثلا قبل المباراه بيوم احنا عارفين قبل المباراه يعني المعسكر كان سبب رئيسي في ان هو يمشي ان انت لما توافق ان هو يجي النادي انت تيجي النادي الاهلي طيب احنا واقفين عند نقطه الكابتن خطيب كلمك تاني مره بس خلينا ناخد بعض عشان جاي لك اسئله كتيره جدا زينب بتقول حسين انسان محترم جدا وبنحبك جدا دخلت قلوبنا بسرعه عاوزين الاميره السمراء يا سحس ان شاء الله شيكو السنه دي باذن الله جماعه مش هقول الكلام هاجر بتقول حاطط لنفسك سن معين لاعتزالك يا كابتن؟ لا حماده مدكور السعيدي بيقول اللعيب المخلص اللي بيحب الاهلي والاهلي بيحبه وجماهير الاهلي بتحبه. حسام الشيمي بيقول ايه سر التغير المفاجئ في المستوى اول ما جيت الاهلي حاجه وبعد ما التوقف حاجه ثانيه خالص هنتكلم لسه في النقطه دي. عبد الله شاكر بيقول ربنا يكرمك في الاهلي وان شاء الله تحقق معانا كل البطولات واولهم افريقيا باذن الله. مين مثلك الاعلى في مصر وفي اوروبا؟ في مصر كابتن محمد ابو تريكه طبعا اعتزاله كابتن احمد بركات لان ناس كتير طبعا بتقول لي زئبقي ف ده شرف كبير ليا طبعا ان انا اكون نص كابتن محمد بركات يعني كابتن محمد بركات بسم الله ما شاء الله لعيب كبير سرعه ما حدش بيتوقعه فاتمنى ان شاء الله اكون نص كابتن محمد بركات معايا في المنتخب مدير الاهلي ايوه لا بس انا اقول براحتي لا بس هو بجد والله يعني هو لعيب كبير يعني بصراحه لعيب كبير يعني انا من زمان طبعا كنت انت وكابتن محمود بركات وكابتن محمد ابو تريكه وكابتن حسام غالي وكابتن لعيبه كبيره لعيبه كتير كابتن حسام عاشور فالناس كلها كانت وكابتن وليد سليمان كانت لعيبه كتير جدا طبعا وكابتن عماد متعب اللعيبه كلها نجوم يعني بسم الله ما شاء الله كلكم كنتوا نجوم فالواحد ما كانش عارف يركز مع مين ولا مع مين بصراحه فاتمنى طبعا اوصل نص كابتن محمد بركات ان شاء الله بركات واوروبا او عالميا يعني يعني انا بحب كريستيانو لاني بدا من الصفر هو دايما بيتكلم كده بيقول لك انا بعلم الناس
ان الموضوع زي هو ده اللي انا عايز يوصل للناس. انا بحبه عشان خاطر كده يعني. هو بدا من الصفر ما عملش حاجه مثلا ولا حاجه. طبعا ميسي ما حدش يختلف عليه. طبعا كابتن محمد صلاح يعني نجم كبير طبعا للمصريين والعرب. بس انا بتكلم على طبعا كابتن محمد صلاح طبعا بدا من تحت الصفر برضه زينا. انا بتكلم كريستيانو عالميا. بتكلم كريستيانو عالميا يعني. وسنه طبعا يعني بسم الله ما شاء الله لحد دلوقتي حاجه كبيره يعني. لسه كان عامل حديث بيقول لك انا يعني شوفوا حد في العالم كله في سني وبيعمل اللي انا بعمله. صح يعني واثق من نفسه. ايوه جدا. عبد الله بيقول ربنا يكرمك في الاهلي وان شاء الله تحقق معانا كل البطولات وقالوا افريقيا باذن الله. ده قلناه. محمود شعبان بيقول مستنيين منك كتير يا كابتن حسين. ان شاء الله. منور قناه الاهلي يا حسين منتظرك منك كتير ان شاء الله نحتفل بالاميره السمراء. ده احمد منصور منور يا نجم يوم ما اتصورت معاك. هو جايب صورته معاك. حد جايب صورته معاك. طارق بيقول جنب صور النادي وربنا كرمك بعدها بتمنى لك التوفيق. بتعايز صور كل مره. محمد عرفات بيقول منورين الشاشه. والله يا حسين بتحلم بايه مع الاهلي؟ بتحلم بايه مع الاهلي؟ بطوله افريقيا ان شاء الله وكاس العالم للانديه. ابو بيقول منور الدنيا كلها الله يخليك متشكر. وبيسال كابتن حسين هل فعلا كابتن حسام البدري كان سبب في عدم انضمامك قبل العين؟ قبل انضمامك لنادي الاهلي يعني قبل العين؟ لا ما افتكرش. لا. راضي بيقول المفروض كنت جبت امح معاك بصراحه عشان الراجل تعب وهو بيقنعك. ده امح ملوش حل. امح زمانه نايم بقى ولا ما اعرفش بقى صح ولا ايه. عسل. امح يعني من الشخصيات الجدعه جدا يعني سبحان الله. كمان امح من وانا في العين كان في فيديوهات نزلت وكان في حاجات نزلت. امح كان بيقول لهم حسين شهر واحد. فظيع يعني. قال لهم حسين بشارع. قال لهم حسين خلاص انا خلصت له كل حاجه. طب ما تحاولوا تروحوا تجيبوا لنا يا جماعه. حاولوا كده الواد امح هيجي على طول. تخيل انت واحد بيقول لك ان انا حسين جايب شهر واحد وانا اصلا لسه ما فيش اي حاجه. ما فيش اي مفضلات. مفيش اي حد اتكلم. مفيش اي حد عمل حاجه ولا اي حد. ما بص كام صور معايا مضيع بقى. الوكيل بتاعي. الوكيل بتاعي. الوكيل بتاع امح حبيبي. كنا بنتكلم دلوقتي في الفلوس في اللقطه دي. والله قلت اللي هو عايزه. خد 12 مليون طبعا. هو كان دايما بيقول لهم انا ليه عندي احتياج 12 مليون. خد ال 12 مليون. عسل. امح من الشخصيات الجميله. الشخصيات اللي انا بحبها. طيب قول الو. الو الو الو. ايوه سحس. ما هم كله بيقولوا لك سحس. ما هو الشعب كله بيقول سحس. فيه يا جماعه عامل ايه يا سحس؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه يا حمدي؟ الله انت بتعرف الاصوات على طول. انا مستنيه بس يتكلم بس. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. والله انا عرفت ان انت في برنامج النهارده فسهران عشانك حبيبي. انت تضربني امبارح وتيجي دلوقتي تقول لي مش عارف ايه. ماشي يا عم ماشي. لا يا عم بس مش انت يا عم. انت اللي جاي بتزعق لي يا عم. ماشي عشان نتكلم هنا. ازيك يا حمدي؟ اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. والله كابتن وحشني يا كابتن. والله ربنا يخليك. اخبارك انت ايه؟ كله كويس؟ والله كله تمام الحمد لله. الدنيا عامله ايه؟ والله كله بخير. التمرين كويس والمنتخب كويس وكله تمام؟ الحمد لله. يعني الناس كنت عامل حلقه انت مع عمر ربيع ياسين وكانت حلقه جامده جدا. والناس بتعتبرك دائما من الصفقات الكبيره جدا طبعاً. اللي جت النادي الاهلي خلال الشهر يناير السابق. يعني نتمنى ان شاء الله انت دايما تفضل بنفس المستوى. خلي بالك هي كره القدم انت ممكن في ثانيه تلاقي نفسك في حته تانية اقل يعني. صح. فخلي بالك يعني ربنا يكرمك الفتره اللي جايه ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي. حسين من اللعيبه الايه يعني كان كنت هتضربه امبارح؟ مين اللي كان هيضرب؟ لا ده هو كان في التقسيمه فانا ضربت من واحد وحمدي. فانا بعد وانا بقع في التاني كان حمدي جاي في النادي ولا في النادي. فانا بعد ما عديت من الاولاني وضربت فانا جاي فحمدي كان جاي فكمل عليا كمل ضربه عليا. فانا بتكلم يا حمدي يقول لي جاي. قلت له انت مالك انت مالك انت بالمشكله انت جاي دلوقتي انت كملت عليا بس انا بتكلم على اولاد. هو ده دوره على فكره. الضرب لا بس هو حمدي بصراحه ما بيسميش على حد. لا ما بيسميش. لا حمدي بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني من اللعيبه الرجاله مسك الخشب بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه. بيتمرن كويس جدا 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 يعني من احسن اللعيبه في مصر. بيتمرن في مصر مش بقول لك في الاهلي بس لا في مصر. هشام بسم الله يعني محمد حمدي بسم الله ما شاء الله جيم في الملعب. في الملعب حتى لو التمرينه مثلا بيعرف يلعب. اصل انا بحس ان هو ما بيعرفش يلعب. شفت بعمل له اسيستات في التمرين وفي الماتشات وفي الاخر ما بيجليش يعني بيباص وبيشوط وبيلعب بدماغه. الاسلام اتقال لما بيلعب تقسيمات معايا. ايوه انا عشان ما باجيش اتفرج كتير خلي بالك. بس حاجه تابعك بقى الفتره اللي جايه خلي بالك. انا والجوكر فرقه واحده على طول. فهو لما بيخش معانا اساله ايه اللي بيحصل. ف
بسم الله ما شاء الله يعني في التمرين اكنه ماتش بجد اكنه ماتش مثلا مش تمرين لا يعني التمرين يدخل عادي ويعمل تاكل المدرب يقول له مفيش تاكل يعمل تاكل ماليش دعوه هقتلك مش هتعدي فحمدي بصراحه يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويفضل كده ونكمل وان شاء الله السنه دي احسن لاعب في مصر باذن الله وربنا يكرمه مع المنتخب يعني ربنا يكرمه ويمشي زي احسن من كده كمان ان شاء الله. احساسك كان ايه بالمناسبه باول هدف دولي؟ اعتقد الهدف اللي انت جبته ده اول هدف اول هدف اول اول هدف هو كان اول ماتش ليا اول ماتش ليا اول هدف كان احساسك ايه؟ عشان كنت قاعد معاه في الاوضه بس الله الله بقى قاعد معاه في الاوضه كان قاعد معاه في الاوضه ده انت بقول لك ايه بس خلاص هيبان الماتش هجيب لك هديه منه دلوقتي ايوه هجيب لك كلم كلم كابتن اسلام بقى يا حمدي مش هنبسك تدبيسه كبيره يعني عايزين عشاء كده عشان برضو الراجل يعني عايزين نرم عظمه تنوروني هنجيب كابتن اسلام معانا هو تحت عارفني يعني انا حمدي مش شخصيه جدا بصراحه حبيبي يا حمدي حبيبي كان احساسك ايه بالهدف ده يا حمدي؟ لا والله جد كان حضرتك عارف يعني كان اول ماتش ليا والواحد يعني انا كنت بص فرحان ان انا موجود في اول ماتش في منتخب مصر وان انا موجود في منتخب مصر لاول مره وانا كنت بصراحه كنت عايز انزل يعني انا قاعد بره هتجنن يعني عايز انزل عايز العب حاسس ان انا فرحان وعايز وانا نازل اصلا حتى الكابتن قدام وكلموا معايا كلهم ان انا لازم اروح اكمل وكده وانا حتى يعني انت كده بتكمل من غير ما حد يقول لك حاجه والله حسيت يعني قلبي حس ان انا هجيب جول سبحان الله فالحمد لله يعني ربنا كرمني بالجول ده والواحد كان فرحان جدا يعني وكمان يعني الناس كلها يعني الحمد لله كانت فرحانه لي جدا حتى الناس المنتخب والناس بره المنتخب فدي حاجه كبيره بركات قال لك حاجه؟ ضغط كتير يعني بركات بركات قال لك حاجه؟ كابتن بركات انا اسف كابتن معلش كابتن محمد بركات بيتكلم معايا يعني بيتكلم معايا كتير بصراحه بيتكلم معايا على طول قال لك ايه؟ بيتكلم معايا على طول لازم تشد حيلك والناس عندها ثقه فيك كبيره بيبقى مكشر ولا بيضحك؟ لا لا بمزاجه يا كابتن مكشر بس هو بيحاول يكشر بس مش عارف مش عارف بيفضل اللي برضه يضحكنا كده بطريقه كده مثلا في اي وقت تلاقي نفسه بيضحك لوحده عسل عسل يعني مثلا في كلام كده مثلا يتقال ممكن تلاقيه بيضحك ويضحكنا احنا فظيع لا بس خلي بالك منه برضه مش سهل خلي بالك لا يا كابتن الشخصيات الواحد صراحة يعني ما تعاملش معاك من احسن الشخصيات اللي تعامل معاها في حياتك جدا محترمة جدا شخصية نظيفة بصراحة طب يعني اهم انا مش عارف اصل انا كل ما حد هيخش انا مش عايز حمدي يقعد يقول لي ايه اصل حسين بيحب مش عارف ايه لا انا عايزك تقول لي كده قصة حصلت بينكم وبين بعض الناس يعني الناس عايزة تسمع القصص اللي بينكم وبين بعض كلاعبين يعني يا حمد يعني انا بيني انا وحسين يعني امال يعني بيني وبينك انا بيني وبين انا وحسين مثلا بيبقى في التمرين مثلا في التمرين خناقات بس مش في جامد يتخانق معايا ده بس انا نفسي انا ما بتخانقش يعني اللي هو مثلا مثلا ممكن زي مع بعض بس عادي الكره اللي بعدها عادي عادي نهزر عادي مع بعض مفيش اي مشكله يعني مفيش حاجه خالص مفيش اللي هو بقى بصراحه في البلاي ستيشن ركبت في المعسكر ايوه كده هو انا كسبته في يوم كده كنت انا مموته خالص بصراحه بعد كده تاني يوم الكابتن موتني هو خالص هو دلوقتي بيقول ان هو اللي موتني لا ما هو اليوم دوت هو ما كانش فايق بصراحه عشان نقول الحقيقه قول لي هو ما كانش فايق وانا كسبته بس هو اليوم التاني بصراحه موتني خالص قول لي يا حبيبي والله كابتن اسلام بكسبه بكل الفرق ايوه ما انا قلت اهو يا ابني لسه بقول اهو انا لسه بقول انت تاني يوم قلتني ما اتكلمتش وقعد معايا انا كنت بلعبه بمين هو بيلعب بمين طب هو كان بيلعب خلاص كسبنا خلاص بقى لا اقول دي ما فيهاش حاجه اقول لا خلاص يا كابتن كسبني اصل كسبني الماتش ده 7 مش 6-1 يا عم 6 لا 7 مش 6-1 يا كابتن كنت بلعبه بوست هام وهو بيلعبني باليوفي يا نهار ابيض يا كابتن انا قبل الماتش بقول له انا هكسبك يا كابتن قبل الماتش بقول له انا هكسبك كتير هو راح الشوط الاولاني بست كور جابهم جوان بس هام يا راجل يا كابتن راح اللي راح جول اللي راح بتدخل جول عليا بعرف ادافع وبروح على المرتدات كان بيلعب على الهجمه المرتده الكابتن بيروح والناس بطيئه اصلا عنده كانوا بيعدوني يجيبوا جوان ازاي وانا عمال اقول له يا ابني ازاي ازاي بيعمل حاجه في البلاي ما اعرفش ما هو مش فاهم بتاعه فاهمه في البلاي ستيشن فاهمه الكلام ده يعني ايه وست هام بيلعب اليوفي يعني المشكله كابتن اللي هو الجهاز بتاعه بس هو المشكله في ايه الهجمه بيروح يجيبها جون وانا اروح اضيع تترتب جون يا ابني في ايه اعمل ايه يا ابني في ويجيبها ويضحك وانت بتضحك على ايه لا شخص من الشخصيات اللي انا بصراحه كابتن من اللي انا بحبها في النادي شخصيه محترمه جدا ومحبوب في النادي ومحبوب في وسط الفرقه كلها يعني يعني في النادي كله مش لعيبه بس يعني
الحمد لله محترمه وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله حبيب. ان شاء الله قدامه كتير وربنا يكرمه ان شاء الله يحقق حاجات كتير للنادي الاهلي ومنتخب مصر باذن الله. سافرين الامارات بكره الصبح ان شاء الله. بكره الصبح ان شاء الله. بكره الصبح ان شاء الله تسافروا وترجعوا بالف سلامه. ودايما تحطوا في دماغكم النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيحملكم مسؤوليه كبيره جدا 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 السنه دي ان شاء الله هنأدي المسؤوليه باذن الله البطوله الافريقيه ان شاء الله واللعب في كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله طبعا منتخب مصر ان شاء الله ان شاء الله تعملوا حاجه كويسه جدا وتوصلوا في امم افريقيا وكاس العالم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا حمدي شكرا جزيلا النجم حمدي فتحي طب انا عايز اكمل المكالمات طب عايزين تروحوا التقرير طيب خلينا نروح نشوف تقرير خلينا برضو مفاجأة ليك خلينا نروح نشوف التقرير ده حسين ونرجع بعد التقرير فاجئوني فاجئوني نكمل احنا واقفين عند مكالمة الكابتن خطيب التانية انا مش هنسى انا كل لا انا مش ناسي انا ما ينفعش اتنسي المكالمة دي ما ينفعش تنسي طبعا هنرجع هنطلع نشوف التقرير ده بس نريح حضراتكم شوية وبعد كده نرجع نكمل مرة تانية حسين الحمد لله بيمثل لي حاجه كبيره جدا عشان انا حسين تعب وخدم من تحت فبيمثل لي يعني حاجه كبيره جدا وبتمنى من ربنا ان انا اشوفه حاجه اكبر من اللي هو فيها ان شاء الله باذن الله لا لو على الذكريات الذكريات كتير ولو اتكلمنا على الشاشه هتبقى الدنيا اكبر من كده بصراحه يعني هو ذكرياتنا ان احنا لعبنا مع بعض واحنا صغيرين في مدينه نصر تمام بس هو ربنا كرمه هو كمل وانا ما كملتش يعني وذكريات جديدة بقى بصراحة خلينا ساكتين عاد حاجة دايما يعني كل قبل كل ماتش قبل ما ينزل ملعب دايما معاه التليفون وبتدعي له ربنا يكرمه فرحته طبعا كبيرة بيه كل ما بيجيب جون تبقى حزينة جدا لو ما كان وحش في ماتش أو ضايع وكده كانت تبقى حزينة جدا يعني هو الحمد لله لما بيجي المنطقة بيفضل برضه قاعد على كابوت العربية زي ما هو ما بيغيرش القعدة بتاعته وبيفضل قاعد هنا في المنطقة يعني ومع أصحابه بيتجمع دايما بيهم ويفضل قاعد معاهم يعني الحمد لله ما اتغرش على حد زي ما هو حسين يعني قول له انت لسه عندك كتير ولسه حسين جواه اكتر من اللي موجود ويعني حسين كل ده في النادي الاهلي لسه ما طلعش ربع اللي جواه فان شاء الله حسين لسه هيقدم كتير واكتر باذن الله وان شاء الله السنه دي بطوله افريقيا في الاهلي وان شاء الله يقدر يعمل حاجه اكتر من اللي عملها مع المنتخب باذن الله حسين بالنسبه لي اخويا الصغير ومثل لاي شاب مجتهد ومكافح وطول عمره عنده طموح جامد وربنا ينوله اللي بباله وهو اكتر واحد مهتم باهله وناسه وخير وابن حلال وفي صفات كتيره جميله انا شهدت فيه مجروحه يعني انا عشان جوز اخته بس لكن اللي انا اقدر عليه ان حسين بن ادم على خلق عاليه ومكافح ومجتهد وربنا يرزقه ويرضيه يا رب ربنا يجعل الخير كله عنده وبن ادم يستاهل كل خير يعني بصراحه هو مش بالنسبه لي مثلا اعلى بس هو كل حاجه ليا في الدنيا بعد والدي توفى من قيمه 5 شهور هو بالنسبه لي بقى كل حاجه اخويا الكبير وابويا وكل حاجه ليا في الدنيا اكيد طبعا انا بروح معاه كل ماتش وبحضر معاه كل حاجه الحمد لله والاحساس ده صعب اللي انا اوصفه لك انت مسيرك تشوفه معايا في يوم هتلاقيني بعيط كده لوحدي نفسي اشوف احسن واحد في الدنيا وكابتن منتخب مصر ان شاء الله باذن الله يعتبر بالنسبه لي اخ كبير ليا وصاحبي ويعتبر في مقام اللي هو سنه كده في الدنيا والله انا اتمنى اللي هو يبقى نجم كبير وربنا يكرمه ويبعد عنه شر الاصابات وان شاء الله نشوف حته كويسه بيت الحاجة بتسرح؟ طبعا بتسرح في الكلام الحلو والكلام الكلام طبعا يعني لما ولاد اخواتك البنات اعتقد كلهم يعني ولاد اخواتك اصلا دول ولاد اخوات البنات دول ولاد اخوات البنات فلما ولاد اخواتك يقولوا ان انت سندهم وان انت ظهرهم اعتقد ده شيء جميل جدا طبعا ونفس القعده قعده كبوت العربية طبعا مش العربية بس في الرصيف كمان كمان بتقعد على الرصيف عادي عادي ايه وبتروح السلام السلام انا عارف ان على فكره انت كده بس انا عايز الناس تعرف كده ايوه طبعا اه ايه ما اصل انا ما ايه اللي اتغير يعني الحمد لله مفيش حاجه اتغيرت انا زي ما انا الحمد لله ف
بالسلام مع اصحابي، بنلعب بلاي ستيشن، بنهزر، بنخرج جروبات مع بعض، بنخش سينما مع بعض، كل حاجه يعني. مفيش اي حاجه لا عادي يعني، بالنسبه لي عادي، اللي انا شايف عادي انا يعني، انا انسان مش مثلا لعيب كوره فمثلا الناس عارفاني فانا ما ينفعش اقعد على الرصيف. في ناس تفضل مثلا تقول لي يا ابني القعده دي ما ينفعش، انت نجم كبير. يا جماعه ايه نجم كبير؟ يعني مش فاهم نجم كبير. انا يعني عشان نجم كبير مثلا اجيب ترابيزه ومثلا من بره واقعد عليها وكراسي واقعد عليها؟ لا ما عادي، ما انا كده انا طول عمري بقعد كده، ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت عادي. انا بهزر مع اصحابي مثلا، لو اصحابي جري مثلا في الشارع بجري وراه، مثلا حد يجي يقول لي انت يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه في الشارع؟ اقول له بعمل ايه؟ انا مع اصحابي بهزر. مثلا لو اصحابي بيلعبوا كوره ممكن مثلا اطلع على سور الملعب، اطلع في الناس تقول لي يا ابني انت بتعمل ايه؟ اقول لهم يا جماعه ايه اللي بعمله؟ انا عادي، انا بعمل زي ما انا بعمل، الطبيعي اللي انا بعمله. يعني مثلا لما اطلع مثلا على سور، لا اجيب كرسي مثلا اطلع عليه عشان اطلع، هي اللي انا بطلع هي فيها، هي اللي بطلع عليها، مفيش حاجه جديده. بيلعبوا كوره مثلا اروح اتفرج عليهم، اروح احكم لهم، اروح معاهم نلعب بلاي ستيشن، قاعدين مثلا بنلعب دومنه. فحاجه هي اللي بنلعبه، هي هي هو هي نفس الامور ونفس هي الامور. كنا الضغوط بس زادت شويه لان النادي الاهلي طبعا طبعا عليه مختلفه شويه، بس انا الكلام اللي هو الطبيعي عادي. بعدين السلام كلها نعرف ان هي اهلاويه طبعا لا بس في زملكاويه طبعا، في زملكاويه كتير بس في ناس بقت اهلاويه بسببي صحابي والله قريبين منك اللي كانوا بيشجعوا نادي غير الاهلي بقوا بيشجعوا الاهلي حبا فيها طبعا، وصحاب بقى ما يقول لك هنشجع مثلا ازاي تاني ازاي بقى وانت بتلعب. في مثلا اوقات تقول لي ايه، طب بص اقول لك حاجه، اقول لهم ايه، ربنا يكرمك مثلا وتجيب جون بس تخسر، اقول لهم لا انا ما اجيبش جون ونكسب. يقول لي ايه ده ازاي؟ اقول لهم عادي، انا مش عايز اجيب جون بس انا عايز اكسب، عايز فريقي تكسب، مش مهم اللي انا اجيب جون، اهم حاجه اللي احنا نكسب، دي بالنسبه لي اهم. يقول لي لا انت تجيب، اقول لهم لا انا مش عايز اجيب بس نكسب. او اجيب ونكسب عادي مش تفرق بس عادي. فيقولوا لي طب ازاي؟ اقول لهم يا جماعه عادي، انا بالنسبه لي مش فارقه، مش فارقه. طيب نرجع مرة تانية عشان دلوقتي بيسرقنا، ده سبقت واحدة. نرجع مرة تانية، المكالمة التانية لكابتن خطيب قبل كأس العالم بشهر، قال لك يا حسين، قلت له يا كابتن أنا ما عنديش مشكلة أشوف الإدارة وكده، إيه حصلت إيه بقى؟ يعني بس نسرع الريتم شوية. لا ما أنا هسرع. بس والله يعني أنا الكلام دوت أنا يمكن أول مرة أقوله، لأني برضه يعني هو أنتوا سامعين يا جماعة؟ أنا عايز الجمهور بس يبعت لي يقول لي أنتوا سامعين حسين؟ أنا مش سامعه، ولا مش كده صوتي؟ يا إما هو صوته ده صوتي خلاص علي صوت شوية. بالظبط. لا والله بص يعني الكلام دوت أنا أول مرة أقوله، يعني ممكن في ناس تزعل منه، في ناس ممكن تفتكروا حاجة. أنا كابتن خطيب طبعا لما كلمني طبعا كانت بالنسبة لي حاجة كبيرة، فكنت طبعا بلعب في نادي العين، فما كانش ينفع طبعا ان انا ازعل نادي العين طبعا، فاي حد لعيب طبعا بيبقى كده. فما كلمني كابتن خطيب، فقلت له كابتن انا ما عنديش اي مانع، كلم الناس وانا ما عنديش اي مانع. راح لي خلاص ماشي، بعدها باسبوع اتصل بيا تاني وكلم ناس في نادي العين، اداره نادي العين، نعم، ويكلمهم. يعني انا عايز اقول، مش عايز اقوله، عايز اقول الكلام ده بس انا هقوله بقى، بس ان شاء الله بقى الناس انا هقوله عشان خاطر برضو الحاجات دي برضو يعني كانت مزعلاني في حاجات، وفي نفس الوقت انا مبسوط لان انا جاي الاهلي. ف اللي حصل ان كابتن خطيب قعد مع حد في نادي العين واتفق معاه، والراجل قال له ان شاء الله بعد كاس العالم للانديه حسين معاكم. كابتن خطيب كلمني وقال لي حسين انا حصل كذا 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 وخلص. قلت له خلاص يا كابتن، قلت له اول ان شاء الله اول ما يكلمني هقول لحضرتك اللي حصل، وده اللي انا كنت منتظره، ان المسؤول يكلمني في العين الاماراتي يكلمك يقول لك حصل كذا كذا مع الكابتن خطيب وكذا. دي كانت اكتر حاجه مزعلاني ولحد دلوقتي مزعلاني طبعا. ومن ضمن الاسباب اللي انا صممت امشي. حتى الفلوس كانت عماله تزيد، وانا عارف ليه طبعا مبلغ كبير، بس انا كنت مصمم ان انا امشي بسبب الموقف ده. يعني انا بحكيه طبعا قدام التلفزيون لان عشان برضو جمهور العين ما يفتكرش مثلا ان انا اخدت فلوس اكتر، او مثلا انا في حاجه طبعا حب النادي الاهلي وكابتن الشطيب. دي حاجه بتاعتك. ايوه لا انا بتكلم على انا باخد على فكره اقل بكتير بكتير جدا من اللي كنت باخده بالعين، بكتير جدا. النادي الاهلي، النادي الاهلي واي لعيب، عشان انت تدفع فيك مبلغ كبير. لا وغير حتى لو دفع كده كده ما ينفعش اخد المبلغ اللي انا كنت باخده في النادي الاهلي، ما ينفعش. انا شايف اللي هو كبير طبعا، لو انا اخدته هنا يعني هتبقى مشاكل كبيره. اوكي كويس جدا ان انت بتقول الكلام ده، لان خد في ناس كتيره جدا بتقول ان 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 انت اتدفع فيك 150 مليون جنيه. لا انا اتدفع بفلوسك انت، سيبك بفلوسك اللي انا اتنزلت عنهم، انا مش، انا بالنسبه لي مش هتكلم فيهم. دي خلاص، دي حاجه حبا في النادي الاهلي. بالظبط. الحاجه الثانيه انا اتدفع فيها بالظبط 5 مليون دولار. احسبوهم انتوا بقى كام بقى، 150 200 80 الرقم الحقيقي طلع إيه؟ هم 79 مليون بالظبط كده. 79 مليون وكسر. اصل هي وصلت 150 ووصلت كتر. والله هي بتوصل كل شويه حاجه، والناس متوقعه فاكره ان انا خدت الفلوس دي اصلا.
لا هو انا اصلا انا لو خدت الفلوس دي هلعب كوره ليه؟ ايه اللي هيلعبني كوره اصلا؟ انا هقعد على الفلوس وافضل اصرف فيها وانا قاعد بس وخلاص. مش هتخلص مش هتخلص صحيح. فالناس فاكره ان انا خدت الرقم ده يعني اي لعيب كوره وبالذات مصري او عربي لو خد الرقم دوت مش هيلعب كوره عشان ما حد متوقع كده كل الناس هيت. ما حدش هياخد الرقم دوت ويلعب كوره. هيلعب كوره ليه؟ ايه اللي مثلا يبقى عايزه محتاجه؟ ترفيه مثلا؟ مش هتبقى في دماغك حاجه. لكن انا حسين انا خدت مبلغ انا بلعب في نادي الاهلي اهوت باخد مبلغ اقل من اللي انا باخده في نادي العين برقم كبير. اقل بكتير. ومحدش هيتوقعه ومش هقوله. لا مش هينفع. ايوه ما انا بقول ومش هقول. لا انا بقول لك ومش هقوله كده كده. بس انا حبا في نادي الاهلي. خلي بالك ما لسه كنت هقوله. ايوه انا بقول لك حبا في نادي الاهلي وطبعا الارقام اللي اتنزلت عنها اللي كانت ليا مستحقاتي اتنزلت عنها حبا في نادي الاهلي ومكالمه الكابتن الخطيب. فدي طبعا انا لحد دلوقتي انا زي ما قلت لك دي المكالمه دي هتفضل بالنسبه لي حدث تاريخي. انت كان ليك مبلغ مالي تنزلت عنه. فوق طبعا المبلغ اللي دفعه. فطبعا لما كابتن الخطيب كلمني قلت له يا كابتن خلاص يعني اعتبر الموضوع خلصان انا ان شاء الله موجود في نادي الاهلي. تمام. بس انا بقى اللي زعلني ان اللي حصل ان حد من نادي العين ما كلمنيش. يعني انا لحد ما انا مشيت اصلا ما كلمنيش. فده اكتر حاجه صممت ان انا امشي. لان انا كده كنت جاي الاهلي بس انا دي صممت اكتر. مع ان المدرب واللعيبه واداره في ناس كانت عايزاني امشي بس ما حدش عارف حاجه وانا قلت لهم مش هتكلم. يعني انا قلت انا ساعتها حتى قلت لهم يا جماعه انا مش هتكلم انا خلاص انا بالنسبه لي انا مش هينفع اكمل. ليه انت ماشي كويس كل حاجه يا جماعه مش هينفع خلاص انا عايز ارجع بلدي الاهلي. قول لي يا ابني طب قول السبب. قلت لهم ما فيش سبب. بس هو ده كان السبب الرئيسي ده كان طبعا حب في الاهلي. لا ده من ضمن الاسباب اللي انا ما قلتهاش لاشخاص كتير في نادي العين. علشان خاطر الموقف ده يعني ما ينفعش. طبعا ما ينفعش انت لعيب مثلا الحمد لله كان ماشي كويس وبيحب الجمهور والجمهور بيحبه والاداره بتحبه وهو بيحب الاداره واللعيبه الحمد لله علاقه طيبه ولحد دلوقتي العلاقه لحد دلوقتي موجوده بيني وبين اللعيبه واللعيبه والمدرب والجمهور والاداره الحمد لله كل الناس اللي هناك الحمد لله على تواصل ما بينهم لحد دلوقتي ولحد من شويه. فالحمد لله الواحد دي اهم حاجه الحب الناس بجد دي حاجه نعمه من ربنا. فانا برضه انا قلت اقول لهم يعني دي من ضمن الاسباب اللي انا صممت ان انا امشي بسببها ان انا ما ينفعش انت تتفق مثلا ورايا على حاجه وما تجيش تقول لي. ما تجيش تقول لي. انا عارف. وهو الكابتن هنا اكلمك وقال لك ان المفروض ان المسؤول فانا انا قلت هو قال لي المسؤول قال لي هيكلمك. قلت له يا كابتن انا قلت له خلاص يا كابتن اول ما يكلمني هقول لحضرتك. عدى 10 ايام عدى 10 ايام كابتن خطيب لقيته بيكلمني بيقول لي يا حسين هو كلمك؟ قلت له يا كابتن بصراحه لا. محدش كلمني. قلت له انا مش هينفع ان انا افتح الموضوع عشان خاطر ما يبقاش فيها احراج وتبقى فيها مشاكل. قال لي صح انت كده صح ما تتكلمش انت في حاجه الا هم يكلموك. الحمد لله ربنا كرمني كنت ماشي كويس كاس العالم للانديه الحمد لله ربنا كرمني وصلت فاينل كاس العالم للانديه قدام ريال مدريد طبعا حاجه كبيره. مين اللي رقص؟ انت اللي رقصت راموس؟ الحمد لله. لو ينفع يا جماعه قلنا لانه ده يعني راموس اهم وافضل مدافعين العالم طبعا. يعني جت في دماغك ازاي؟ بس يعني الحركه انت فكرت دي في الموضوع ازاي؟ انت الجون قدامك ده ضيعتها في الاخر ده هو اللي طلعها مش عارف هو طلعها ازاي هو اللي طلعها بعد ما ترس لمسها في الشنكار يا كابتن مش عارف جات له في ايه دي. يعني انا لحد دلوقتي واحد بيبقى اصلع وتقول له ده جت في شعرك. انا لحد دلوقتي الكره دي مثلا ما بتيجي قدامي طب طلعت ازاي بفضل اكلم نفسي طب طلعها ازاي طب تيجي في رجله ترجع طب تيجي في رجله وتدخل المهم تدخل. المهم مش عارف قلت الحمد لله الحمد لله قلت الحمد لله خلاص نصيب. بس الحركه ديت اصلا انا رقصت بيها يعني طبعا بتاعت كابتن ابو تريكه خلاص وقمت داخل بتاعت كابتن ابو تريكه معروفه. فانا الحركه دي انا بحبها جدا من بتاعت ابو تريكه. فما عملتها خلاص هو اي حد طبيعي اي لعيب انا حتى لو اتعملت فيها طبيعي خلاص هتروح. فلما عملتها خلاص هو راح فانا خلاص راح. كان هو رقصت الجول وحطيتها مش متوقع اللي هو اللي هيجي هو اللي هيشيلها يعني فران عمل تاكلين وفضل واقف على خط الجول. وهو ما اعرفش جه منين جت في رجله وهو بيقع وطلعت فكانت الحمد لله. بالنسبه لي انا خلاص انا لاعب كاس العالم للانديه والحمد لله ربنا موفقني وماشي كويس مع الفريق زي ما قلت لك في علاقه طيبه حتى المدرب لما اتكلمت معاه يعني ساعتها حتى انا اللي رحت اتكلمت بقى. ساعتها بقى جه الكلام بقى زرار. خلاص بعد كاس العالم للانديه لعبنا مباراه في الكاس ف كان في كلام فانا كان كابتن حماد ساعتها قابلته كان مشرف على الفريق. فقلت له يا كابتن انا عايز امشي
فكان مستغرب. قلت له كابتن انا بتكلم بجد. قال لي تمشي ليه؟ قلت له كابتن لاسباب بقى، انا اهلي خلاص مش مرتاحين وانا عايز امشي. طبعا جبتها في اهلي مش عايز ادخل طبعا السرات بقى. فقال لي يا ابني لا مش هينفع. وفضلت ازن لحد ما رحنا برده المدرب بعد المباراه بتاعه الكاس اللي هي كانت اخر مباراه ديت، ورحت له فقلت له. المدرب قال لي لا مفيش كلام دوت، انت من اهم المدرب اللعيب عندي زي ما قال، اهم اللعيب عندي ومش هينفع تمشي وانت مكمل والكلام ده كله. ساعتها كنت انا اصلا بعت حاجتي مصر، مش عندي حاجتي على مصر كلها خلاص، وبعد اسافر هسافر يعني. اصلا لا ما اصل الموقف يا كابتن ما ينفعش. ما ينفعش اللي هو يحصل. حتى انا ساعتها قلت للعيبه بقى، اللعيبه في لعيبه بس بدون ذكر اسماء، انا رحت قلت لهم، قلت لهم يا جماعه اللي حصل لعيبه في العين ان في الكابتن محمود الخطيب اتفق مع رئيس مجلس الاداره ان هو اللي انا خلاص همشي. فاللعيبه كانت مستغربه، قلت لهم لحد دلوقتي ما جاش قال لي. كنا ساعتها خلاص قبل كاس العالم بخمس ايام مثلا. فاللعيبه كانت مستغربه، يا ابني ازاي؟ قلت لهم يا جماعه والله انا قلت لكم الحقيقه. كان حتى في لعيب شافني وانا بشحن الشنط بتاعتي والحاجات كلها. قلت لهم حتى سالوه، هو شافني وانا بشحن الحاجه وبحول حاجتي كلها. فراح قال لي، اللعيبه كانت مستغربه، يا ابني طب كمل اقعد. قلت لهم انا مستنيه يكلمني وانا اقول له اقول له لا، دي بقى بتاعتي انا، بس انا ما ينفعش اللي يحصل كده. فراح ساعتها بقى كلمت كابتن خطيب وقلت له يا كابتن انا هفتح الموضوع معاهم. قال لي لا ومش عارف. هو كان ساعتها بعت فاكس، ما كانش حد بيرد على الفاكس برضه. احنا بقى رحت فتحت الموضوع بقى و... قلت لهم ان انا عايز امشي. قلت لهم انا عايز امشي يا ابني مش هينفع مش عارف ايه ايه ايه. حتى بعد كاس العالم للانديه كان في انديه عرضه مبالغ كبيره ليا والنادي العين. والنادي العين مصريه ولا مصريه مصريه مين؟ الزمالك وبيراميدز؟ لا بدون ذكر اسماء. لا ما اصل ما احنا لازم الناس تعرف. لا بدون ذكر اسماء بقى خلاص. وانديه تاني برضو كان في السعوديه، وكان في انديه تاني برضو بره مصر بره. لكن كان في انديه مصريه وانديه سعوديه وانديه بره تاني اوروبيه. بس كانت الاكتر بصراحه كان في انديه في السعوديه، وكان في انديه تانية اللي هتدفع اكتر يعني في مصر. كانت هتدفع اكتر لنادي العين. وحتى اداره العين كلمتني وقلت لهم يا جماعه انا مع احترامي للنادي كلها، الانديه كلها كبيره والانديه كلها محترمه وكويسه، بس انا اديت كلمه للكابتن محمود الخطيب وانا مش هينفع ارجع فيها. وطبعا ده حاجه كبيره وانا بالنسبه لي ما ينفعش ارجع في كلامي يعني. فده اللي حصل. اتفقوا على كل حاجه. حلو جدا، اتفقوا على كل حاجه وكل حاجه اتظبطت. لا ما هو بس قعدوا فتره طبعا. انا نزلت مصر كنت اجازه، انا قعدت اصلا مثلا 20 يوم مثلا او داخل في شهر ما بتمرنش. حتى اما جيت فكانت هي دي كان من ضمن الاسباب طبعا، بس ما ينفعش كنت انا اقول كده. ناس كانت تطلع تتريق عليا ومش عارف، بس انا بالنسبه لي انا كان دي من ضمن الاسباب يعني. فلما جت ساعتها بقى فبيقولوا لي طب الانديه، طب انت هتاخد ارقام اكتر، طب انت انت. قلت لهم يا جماعه انا بالنسبه لي مش فارقه، انا كده كده نازل بلدي والعب في بلدي ومن اكبر انديه العالم، وانا مش فارقه الفلوس. حتى ساعتها زورنا قال لهم لو حسين مشي انا مشي، انا همشي. حتى انا ساعتها اما انا خلصت الحوار كل حاجه خلصت والاتفاق كله تم، انا ساعتها هو راح الهلال السعودي. بعدها على طول بيوم او يومين بالظبط. خلاص وجيت النادي الاهلي. وجيت النادي الاهلي. تمام. الفتره اللي انت جيت النادي الاهلي فيها مش اوحش فتره في حياتي، اوحش فتره في حياتي. كانت فتره صعبه. عموما بشكل عام. ايوه انا بقول انا بالنسبه لي افضل يعني من اوحش الفترات في حياتي. انا فنيا يعني. فنيا طبعا. انا ما كنتش قد المستوى، مش حسين دوت. من سبب من الاهداف يعني. مثلا انا يعني انا بالنسبه لي انا مش عارف الاسباب. كنتش عارف. انا يعني الضغوط ممكن ان الدفع. لا والله يعني والله يا كابتن ولا بركز فيها يعني ولا بالنسبه لي يعني. يمكن ال 20 يوم اللي او 25 يوم يعني دي كانت بالنسبه لي كانت مهمه. حتى انا لما رجعت رحنا لعبنا اول مباراه افريقيا على طول قدام فيتا كلوب على ما اعتقد. كانت دي كانت اول مباراه ليا، فانا ما كنتش اصلا ما بتمرنش فاتمرنت خفيف ودخلت المباراه. فدي كانت بقى البدايه. طبعا احنا كنا في نص الموسم فاللي هو ما فيش اصلا فتره اعداد. فدي بقى كانت بدايه الفتره بقى، وطبعا كنت ملوش، كنت مثلا ابقى كويس اطلع وحش ما اعرفش ايه، فكانت الدنيا ملخبطه بالنسبه لي. انا ما كنتش راضي عن نفسي جدا. حتى بقى في فتره الاعداد، الفتره بقى اللي هي لما الدوري توقف ساعه افريقيا، كنت انا حاطط في خلاص انا مش هينفع حسين يبقى مكمل على كده، لا لازم يزيد. فالحمد لله ربنا كرمني في فتره الاعداد اشتغلتها كويس جدا، وحتى مستر روسارتي ساعتها قال لك انا المراهن على حسين، لحسين السنه دي يبقى كويس. الحمد لله كنت شغال كويس جدا المباريات الوديه هناك وفي التمارين، ف
كنت بدوس على نفسي جامد. حتى الحمد لله اول ما رجعت كانت مباراه المقاولين وربنا كرمني الحمد لله فيها. فدي كانت بدايه بقى بدات الحمد لله خطوه في خطوه. بس حد بقى ما مستر فيلاز جيبه بصراحه مدرب محترم مدرب مستر فيلاز مستر فايلر مدرب محترم طبعا مدرب ايه كبير. الفرق بين حسين لاسارتي وحسين فايلر؟ مش هسألك على اثنين مدربين يعني لا طبعا مدربين ما حدش يقدر يتكلم. انا بكلمك على ايه الفرق ما بين انت انت كحسين الشحات ان انا ما كنتش جاهز انت مع لاسارتي مع مستر مارتن في الاول ما كنتش جاهز لحد ما ربنا كرم وعملت فتره الاعداد لان طبعا كنت قعدت فتره فطبعا اي بالنسبه لاي لاعب ما بيقعد فتره اجازه بالنسبه له عقبال ما بيرجع بياخد وقت فاحنا ما كانش في فتره كان عندنا ضغط مباريات عارف فكان صعب الواحد حتى يشتغل كويس او يشتغل مثلا وحش فكانت الدنيا صعبه لحد ما بدات فتره الاعداد معاه بصراحه. خليني اكلمك بقى كجمهور الاهلي انا واحد من الجمهور سيبك من انا راجل جمهور انا كنت بشوف ان حسين مدفوع فيه كام 150 كانوا بيقولوا كام 150 160 كل شويه بتصرف مهم يعني قول كانوا بيقولوا مدفوع فيه 200 مليون وحضرتك قلت دلوقتي الرقم اللي اتدفع لكن انا كجمهور الاهلي طب هو ليه اتدفع فيه الفلوس دي كلها هو ليه ما كانش مسبب لك ضغط يا حسين الموضوع ده ما كانش مسبب لك ضغط خالص كانش في دماغي مش دي السبب على فكره مش ده السبب انا يمكن انا مبسوط جدا ان انت معترف ان دي اسوأ فتره ليك في حياتك ايوه طبعا يا كابتن بص يا كابتن اي لعيب كوره كابتن بتيجي عليه فتره بيبقى كويس وفتره بيبقى وحش أيوة. بس لازم يعترف صح اصل اللعيب مفيش حد دايما بيبقى كويس في ناس في ناس بتحب لا حتى لو وحشه تقول له لا انا كويس يا ابني انت نفسي وبعمل يا ابني ما عادي طبيعي انت مثلا شايف حاجه تانية انت شايف حاجه والناس مثلا شايفه مدرب شايف كل واحد له وجهه نظر ممكن الاعلام بيبقى شايف حاجه مدرب ليه حاجه تانية كل واحد وليه طبيعته مثلا كل واحد شايف انا بالنسبه لي انا كنت حتى انا لما اتكلمت انا قلت يا جماعه انا مش راضي عن مستوايا وانا وحش وانا مش راضي وان شاء الله يبقى في احسن وده طبيعي عادي في اما تعترف دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه بس انا مش لازم انا اطلع لا انا وحش مثلا لا انا كويس مين اللي قال ان انا وحش يا عم انت الماتش اللي بعديها هتبقى وحش برضه الناس هتقول لك انت وحش هتفضل برضه تقول كويس كنت بتتقبل نقد الناس ونقد الجمهور في الشارع اكتر يعني. نقد حصل لك وانت في الشارع وانت ماشي بالفتره اللي فاتت اللي هو بتاعت انت مدفوع 150 مليون ما عملتش حاجه حد قال لك كده في وشك؟ كان على طول في وش؟ دي كانت بتضايقني وبتخليني في نفس الوقت ان انا احط نفسي لازم اعمل حاجه لازم لا لازم اعمل حاجه بس كنت تسمع ال 150 مليون دي كانت عادي يعني ما انا بضحك هعمل ايه يا كابتن مش هتقعد تصحى هعمل ايه اصلا ما انا بفضل اشرح يا كابتن والناس برضه تقول لي لا انت جايب 150 مليون كابتن محمد بركات كنا في المنتخب عمال يهزر معايا يقول لي ده ب 160 مليون اقول له كابتن حتى انت يقول لي يا عم انا عارف بس ماليش دعوه الاعلام قال كده هو كده كنا نفضل نهزر كذبه بتتقال وبتمشي وكله بيتصدق يا كابتن والله بص يا كابتن انا يعني انا الفتره ديت يا كابتن ناس كتير انتقادتني انتقاد غريب انا صح. ما كنتش بشوف بس انا الناس كانت بتقول لي يعني في ناس صحابي قريبين مني بيقولوا لي يا جماعه اقول لهم يا جماعه ما تقولوا ليش انا بالنسبه لي مش فارقه والله مين اللي بيتكلم ده اللي بيتكلم ده قاعد وبيتكلم قاعد على الميديا قاعد مثلا في حته انا مالي في حد ماليش دعوه اللي يقول يقول انا ليه نفسي انا ايه انا شايف نفسي واحد بس انا ماليش دعوه بيهم انا عايز ابقى كويس انا عايز ابقى كويس طبيعي كل واحد بيبقى وحش وحد بيبقى كويس ما على فكره مش سبب اللي انت مثلا تجيب هدف يبقى انت كده كويس ما انا ممكن اجيب هدف كل ماتش بس انا وحش بس انتوا الناس فرحانه باللي انا بجيب جول مش حسين مثلا في الاهلي او في انديه ثانيه اصل الجمهور بيفكر في ايه لما تبقى المبالغ مدفوعه كتيره يقول لك ايه اصل حسين هياخد الكره من محمد الشناوي وهيجيبها هيجري بيها كل ده يرقص ال11 ده طبعا الجمهور من لا يشجع الاهلي ايوه انا فاهم فلان هو ما انا بقول لك هي كدبه زي ما موضوع المخبز يقول لك ايه كدبه وفضلت ماشيه ماشيه لغايه النهارده اي حد انا في ناس بتشوفني يا عم ده مدفوع في 150 يا عم انا بيقولوا لي انا بضحك هقول له ايه طب اقول له انت عارف هم 150 يقول لي هم قالوا بالاعلام 150 اقول له طب انت الاعلام انت بتصدق الاعلام كل حاجه الاعلام طب ما في اعلام بيقول 160 في اشخاص ثانيه بتقول 160 و150 و170 و180 بتزيد كل يوم بتزيد انت هتصدق مين فيهم يقول لي ما هم اللي بيقولوا اقول له طب هم انت مالك بيهم هم بقى هم مين بقى دول انا مالي بيهم انا وصلت يا كابتن الناس قريبه مني قالت لي انت بتاخد المبالغ دي انت بتاخد مبالغ كده قريبه منك انا بقول لك الناس بتكذب الكذبه وكله بيصدق بقى يا كابتن كله بيصدق وكله بيعمل يا جماعه انا بالنسبه لي انا جايب اي رقم انا الحمد لله اشتغلت على نفسي واجتهدت واحترفت وجيت حبا في نادي الاهلي وجماهير في نادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب واللعيبه والاداره والجهاز الفني فانا طبيعي يا جماعه اللي الدفع يدفع ما لناش دعوه باللي بيدفع
اهم حاجه اللعيب خلاص بقى انتوا حابينه وعايزينه ربنا هيكرمه ويكمل ده افضلوا دايما في ظهره. حسيت بوقف الجمهور الاهلي معاك ولا لا؟ طبعا دايما في ظهري. حسيت ان هم باعوك؟ لا دايما في ظهري. ايوه دايما في ظهري. دي بقى اللي تسوى ان انا استحمل ما انا بقول لك ان من لا يشجع النادي الاهلي انا دايما بقولها كده ما بحبش اقول يشجع النادي الاهلي دايما يقول لك ايه؟ ما هو ده اللي اطلق ال 150 بالظبط كده فلان ده او اللي ما مش بيشجعش النادي الاهلي ده هو اللي اطلق ال 150 وال 200 يا كابتن. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن. انت لما تيجي مثلا يقول لك حسين جاب 150 ومثلا الجمهور في جمهور عارف فيقول لك يا عم احنا حابين ال 150 مليون. انا مش عايز اقرا في انا في حاجات والله انا عارف والله يا كابتن والله انا دلوقتي الناس بتقول لك يعني انا ان الناس عماله تقول لك ايه مش خساره والدفع اكتر واللي انت بتقراه واللي انا عارفه خليه يعمل كذا بس انا مش عارف حد بيقول لي زياره المريض واجب يا سحس او ليك انت ده حسين اورتيجا انت عندك حد ماشي كذا حد حسين ماشي ايمن نوير لا ماشي مش هقول الكلام ده انا ايمن نوير بيقول حسين لعيب اهلاوي ودي النوعيه اللي احنا محتاجينها واللي بتعمل تاريخ وهو بيجاوب على كل الاسئله في الملعب صح. انا بقول لك يا كابتن انا بالنسبه لي يا كابتن والله انا ما فارق معايا انا في ناس يا كابتن بيبقى مثلا الاهلي اصلا ما بيلعبش وحسين ما بيلعبش وناس برضو مثلا بتتريق وبتنتقد حسين وبعرف عادي طبيعي بس طبيعي انا والله انا بالنسبه لي مش فارق معايا انتقد واتريق واعمل بس في الملعب انا برد صح. انا بالنسبه لي انا بكسب ومش فارق معايا والناس الحمد لله حباني والناس الحمد لله واقفه دايما في ظهري دايما في ظهري ووالدتي وزوجتي زوجتي يعني برضو الواحد برضو يعني حابب يتكلم زوجتي وانا في المقصه انا خليها لك بصراحه دي الله يكون في عونها شافت الويل برضو يعني كان معاها كنت جايب لها دهب بتاع خطوبه بعته كله بصراحه والله فانا حابب اشكرها على الهواء الذهب اللي اتباع بص خليك الحلقه ليها عندك حق يعني. وانا بقول لك والله طبعا يعني قد برضو ما والدتي تعبت ودايما كانت في ظهري وكانت في فلوس في حته ثانيه طبعا ما ينفعش تقارن باي حد لا ما ينفعش طبعا ما تدخلهاش في حاجه فزوجتي برضو يعني وانا في المقصه جت اوقات انا عن نفسي حسين ما كناش لاقيين ناكل يعتبر زي ما الناس بتقول كنت باخد 2500 في المقصة يا دوب ايجار مصاريف قرض عشان اجيب عربيه اروح بيها النادي مصاريف ايجار العربيه مصاريف طبعا الايجار كانت حامل في الاول في احمد بعد كده في اسر فلو هجيب منين فاهم بعد نزلت بعد دهبها من غير ما تقول لي لقيتها جايه بتقول لي خد الفلوس دي قلت لها فلوس ايه دي؟ قالت لي خدها بس قلت لها لا مش هاخد فلوس قولي لي فلوس ايه دي؟ ربنا يخليك قالت لي انا بعت الذهب قلت لها بعتيه ليه وحصل مشكله بيني وبينها بسبب الموقف ده بس بعد كده طبعا يعني شلتها لها طبعا في دماغي واول فلوس جت بصراحه رحت جبتها لها ووالدتي برده بعت ذهبها وجبت لها بس جبت طبعا زوجتي عشان خاطر بعت الذهب كله عشان لما كانت تبيع لها الذهب عشان تبيع الذهب تاني بيقول لي خلي بالك انا بقول على الهوا يعني بص الراجل 100 100 بس فوالله يعني فوقفت جنبي في وقت انا ما كانش معايا يعني بسد اللي عليا وبعمل ربنا يخليك باخد 2500 في الشهر يا دوب مكفيين حاجات خفيفه فيعني كنت طبعا حابب اشكرها ودايما كانت في ظهري طبعا وكانت حتى في الانتقادات طبعا هي ووالدتي واخويا واخواتي والناس كلها تعبوا جدا ف كانت دايما تقول لي مش مهم انا عارفه انت كده كده هتفوق وكانت والدتي تفضل تدعي لي وتعيط لما كان مثلا حد تشوف حد مثلا بيتكلم عليا قلت لها كانت والدتي تفضل تعيط وقلت لي مش عارفه قلت لها هم عادي هم طبيعي طبعا انا هفضل يعني كويس على طول عادي مش مهم كان ربنا يكرمني بعدها واجيب جون وتبقى مبسوطه وتدعي عليهم ولا ما تدعيش عليهم عادي بقى خلاص على حد ما تدعيش عليهم لا يا حاج قلت انا بدعي لا بتقول لي بدعي على اللي ظلمك كانت حتى تفضل تدعي على اي حد بيظلمك معلش ما هو خلي بالك مش كل الناس طبعا طبعا يعني حتى لكل من في كل واحد في استوديو في كل واحد في كل حته في العالم على السوشيال ميديا في كل حاجه الناس مش عارفه برضو خلي بالك الكلام اللي انت بتقوله ده لاول مره بتقوله فالناس هتسمع الكلام ده هتلاقي بعد كده الكلام بقى واضح خلي بالك كابتن طبعا يعني الكلام بقى واضح ان انت تقول كذا وكذا 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 بس يا كابتن ده اللي انا بتكلم فيه فانا كنت حابب وده بركه دعوه الحاجه برضو وبركه دعوه مراتك طبعا خلي بالك فطبعا الاثنين دايما في ظهر الاثنين دايما بيدعموني زوجتي ووالدتي بكلمهم طبعا قبل كل مباراه حتى ببقى الناس كلها مثلا ما حدش بيتكلم وانا داخل بتكلم مثلا حاطط الهاند فري في ودني وبتكلم الناس كلها داخله اصلا كله عامل كده وانا بكلم زوجتي مثلا واكلم ولادي احمد واكلم اسر وده يكلموني ويدعوا لي طب ايه اجيب جون اجيب طب ان شاء الله بس تجيب لي لعبه مش عارف ايه انا مش عايز حاجه اجيب جون واجيب لك احلى وافضل ما افضل اقول له كده افضل يدعي لي بصراحه يدعوا لي وزوجتي بقى افضل ادعي لها بقى ونتكلم شويه وكده نقفل واكلم والدتي برضه تدعي لي وتفضل تدعي لي وان شاء الله ربنا يكرمك
كنت غلبت على الموقف بس الحمد لله باللي انت بتقوله ده الحمد لله بالدعاء الوالده ودعاء طبعاً. الزوجه طبعا واولادك ربنا يخليهم يا رب ان شاء الله. طيب نفصل شويه كده ونروح نشوف حاجه بس يعني احنا عاملين تقريب مع اصدقائك برضو حاجه دي العين صحابي بس الوجع قلب دول هم دول الوجع قلب. تحب تشرب ايه؟ اي حاجه. مش عايز تشرب شاي؟ شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ ما اشربش شاي، ما اشربش شاي بس اشرب اي حاجه ثانيه مش مشكلة. خلينا نروح نشوف تقرير مع اصدقاء حسين الشحات. حسين ده يعني مش عايز اقول لك اللي هو بالنسبه لنا بيمثل لنا اللي هو حاجه كبيره جدا، فخر لمدينه السلام. مدينه السلام عمرها ما طلع منها حاجه حلوه زي كده بصراحه. بصراحه يعني حسين حاجه بغض النظر ان انا راجل زملكاوي وانا بموت في حاجه اسمها حسين، بس بصراحه حسين يعني انا عن نفسي بعتبره اللي هو بيشرفنا بره المنطقه بتاعتنا وبره حتتنا. حسين حاجه جميله جدا، هو من جواه راجل كويس اخلاقي جدا محترم بيحب الناس، في حاجه كتير قوي هو فيه حلوه بصراحه. يعني مش عشان خاطر انا صاحبي بجمله، لا لا لا، هو فعلا حاجه حلوه. الاول بس مش هقول لك على احساس، انا هقول لك الاول بس كان في المنطقه اهوت رهانات كتير اللي حسين لما يوصل الاهلي مش هنشوفه ومش هيعرفنا. الكلام ده بصراحه كان يعني كان كتير قوي. اي نجم بيوصل للاهلي والممتاز بقى وكده، لا بصراحه حسين ما اتغيرش. حسين مع اصغر الصغير، عيل صغير جدا مع كبير محترم، لما حد بيزعله ما بيشيلش منه ما بيتضايقش. في حاجات كتير قوي كده برضك، في يعني بصراحه هو كبني ادم كويس. طبعا انا نفسي بقى منتخب باذن الله يكسر الدنيا زي ما كسر الدنيا كده في الاهلي، وباذن الله ان شاء الله تعود تاني ويلعب كاس العالم انديه ويوصل للنهائي وياخد البطوله السنه الجايه باذن الله. كل حاجه حلوه انا بتمنى له الكابتن حسين بصراحه. حسين احنا متربين مع بعض من واحنا صغيرين، وهو يعني بيمثل لنا اخ كبير لينا وقدوه ولعيب كبير، واحنا في اي حاجه هو على طول واقف معانا وفي ظهرنا وبيدعمنا، واحنا بنتمنى ان شاء الله يكون احسن من كده 100 مره. ربنا يكرمه ويوفقه ويفضل زي ما هو كده ويبقى احسن من كده 100 مره ويكسر الدنيا وملوش دعوه بكلام الناس ويركز في الملعب بس، وان شاء الله ربنا يكرمه مع المنتخب ومع النادي. اخ واكتر من اخ وعشره عمره وسند برضه لينا في اي حاجه بصراحه، فربنا يكرمه في كل حاجه هو بيعملها ونشوفه احسن لعيب في مصر، اشوفه محترف بره. نفسي الاقيه مثلا في الريال برشلونه وهو قدها. بيمثل لي، هو اخ ليا صغير وبجد يعني كنا بنتمنى له التوفيق في النادي الاهلي وبجد يعني ما كسفناش. ربنا معاك يا حسين ووفقك ان شاء الله، وهو اخ لينا صغير وربنا يوفقه يا رب. صاحبي من زمان من احنا صغيرين، كنا بنلعب مع بعض كوره واحنا صغيرين وكده، واتمنى له يعني لربنا يكرمه في اللي جاي ويبقى كابتن منتخب مصر ان شاء الله. كابتن حسين الشحات شخصيه يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه، هو شخصيه كويسه جدا، شخصيه جميله، محدش بيطلب منه حاجه لما يقول له ماشي موجوده، اي حاجه تتخيلها هو مش عارف اقول لك ايه عليه بصراحه. حسين اكتر من اخ، يعني زميل دراسه وزميل عشره بحالها، عشره عم، من احسن الناس انت هتقابلها في حياتك. يعني يا رب يبقى احسن لاعب في مصر 2020 الموسم اللي جاي ده، وهداف الدوري باذن الله. كسبان رهانات كتير قوي مع اصحابي وناس كتير قوي زي ما قايل. كسبان رهانات كتير قوي مع ناس صحابي. انت كسبان فعلا، ما تقولش حاجه للكابتن، الحمد لله اكون واثق ان انا هكسبها. الدوري يا كابتن كنت متراي مع اللي هو كريم اللي هو قال لك زملكاوي، قال لك كان متراي معايا، كان هم الزمالك اول الدوري واحنا كان الدنيا ملخبطه. فتراهنت انا وهو ان على تجديد المحل اللي هو يحط صورتي، ان هو يحط صورتك. هو كده قال لي انا احط صورتك سواء كسبت او خسرت، بس على مين اللي هيدفع؟ قلت له انا موافق. قال لي بس الزمالك اللي هياخد الدوري. قلت له انا بقول لك احنا اللي هناخد الدوري. مع ان هم كانوا الاول وفرق كتير. قال لي لا الفرق كتير. قلت له انا بقول لك احنا هناخد الدوري. كنا احنا في المنطقه الدافئه. ايوه المنطقه الدافئه. خدنا احنا الدوري ساعتها.
وكان في واحد تاني برضه اسمه عمر عنده عزومتين دوت على العشاء، واحده برضه بتاعه الدوري. عم عمر بقى في ماشي. واحده بتاعه الدوري، قال لي احنا هناخد الدوري. قلت له انا بقول لك والله احنا ان شاء الله هناخد الدوري. وخدنا الدوري. قال لي طب خلاص نتراين على السوبر. بعد ما خدنا الدوري قال لي نتراين على السوبر. قلت له انا موافق. قال لي على العشاء. قلت له على العشاء. قال لي بس المره دي انا وانت بس. قلت له انا وانت واثنين بس كمان. انت اللي بتدفع برضه. ما انا لسه ما اكلناه. كل ده لسه ما اكلتش جد. لسه والله. يا عمر حاسس ما ينفعش كده. راح كسبنا السوبر برضه يا كابتن. حتى كان مستغرب وبيقول لي لا احنا هنكسب. قلت له انا بقول لك احنا هنكسب السوبر. والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا السوبر. مستني لسه في ناس كتير والله يا كابتن، بس انا مش عايز بقى اكلمهم على الهوا بقى. كفايه كتير كده. كفايه كتير والله. طيب خلينا ننتقل. الفترة اللي فاتت دي عدت، ومستر مارتن لاسارتي الحقيقة خد الدوري مع النادي الأهلي وخلاص، وفترة وانتهت. وبعد كده أنا معايا هدية يا جماعة، نسيت أقول لكم. لا لا قرب أنا أهو أهو. دي هدية من الكابتن حسين الشحات، هقول لكم هنعمل فيها إيه دلوقتي. هو لسه جايبها لي الحقيقة، وبالمناسبة هي هدية رقم تيشيرت رقم 14 وممضي عليها من تحت زي ما حضراتكم شايفين من الكابتن حسين الشحات. أهي كده باينه يا جماعه، كده باينه. واللي هيكسب التيشيرت يا جماعه الكابتن حسين عزمه ان هو يحضر تمرين الاهلي. ان شاء الله. مظبوط يا حسين؟ ان شاء الله. ان شاء الله لما ترجعوا من الامارات باذن الله. مش كده؟ ان شاء الله. هيكسب التيشيرت ازاي؟ شوف بقى، هنشوف بقى هيكسب التيشيرت ازاي. هنقول لكم يعني بنظبطها اهو ونقول لهم على ان شاء الله. ممكن نعملها على الهاشتاج على فكره. بس مش عارف يعني المشكله كلهم في كلهم اجابه واحده فمش تنفع. قدامي 10 دقائق. طيب يعني نعملها ازاي يا جماعه برضو؟ يعني فكروا برضو معانا كده بحيث ان احنا ايه نبقى عارفين في ال 10 دقائق دول هنعمل ايه. طيب قسم السوشيال ميديا، محمود قال لي قسم السوشيال ميديا هيعمل زي اسمها ايه قرعه كده. الناس مثلا تعمل مثلا منشن كتير تعمل ويطلع واحد هيقولوا لك وهيدوا له التيشيرت ده. طيب على طول اهم حاجه اصحابي ما يدخلوش بس عشان نعرفهم. احنا عارفينهم واحد واحد. انا عارفكم كلكم هجيبكم. فعدت الفتره دي وخلصت مستر مارتن لاسارتي. جالكم مستر فايلر؟ عندما جاء مستر فايلر كان هناك بعض الصعوبات، ولكن كان اول ماتش هناك كانوا سبورت. ما لعبتش مع اني كنت هبدا بس ما لعبتش. مع انك كنت هتبدا بس ما لعبتش. حصل حاجه يعني؟ لا لا، هو الراجل قال لك هو شايف وجهه نظر. طبعا تحترم ومحدش يقدر يعترض عليها، اي سواء انا او اي لاعب تاني. تمام. بس جينا بقى مباراه السوبر. بقى جت مباراه السوبر. هشام محمد قال لك هجيب جون اول حد ولا هشام والشيخ؟ وفي لعيبه كتير بصراحه. لعيبه كتير قال لك هجيب جون. الكره اتلعبت لك من الشناوي. من الشناوي ده اعتقد ده اتفاق، مش عايزين نقول تفاصيل كتير. لا عشان لا مش اتفاق. بص هو يعني هو الشناوي شافني، هو دايما الشناوي بيلعب مثلا على الاطراف في اكتر الاوقات. لو مثلا شايف حد اللي هو هيلعبها له تكون مظبوطه برده ما تقطعش تبقى هجمه. مثلا ممكن الناحيه الثانيه، ممكن كان رمضان، ممكن انا، ممكن اي حد الشيخ، اي حد بيلعب. فهو جت ديت الشناوي شافني ان انا لوحدي في المنطقه دي. قام لعبها لك. لعبها لي. جات لك قدامك. وجي الباك رايت حمدي النقاس جه منه من كان هو احنا الاثنين بنجري. انتوا الاثنين بتجروا، بس هو حمدي رجليه طويله. توقعت ان انت ممكن تسبقه؟ توقعت عادي. بس ده ايه لعيب السرعه برضو يعني. في انا سريع. مش فارق الخطوه. مش فارق. لا لا. رحت للكوره. رقصت حسين. رقصت هي جات لي اللي هي في اخر لحظه اللي انا هعملها كده. ايه اللي خلاها تيجي في دماغك؟ انا دايما بعملها بصراحه. انا بعملها من قبل الناشئين. احنا كده عدينا وبعدين لفيت. انا دايما بعملها. انت كان نفسك تيجي دي جول. هي دي كانت من الاول كده. معلش مشكله. محمود علاء قفل قدام الزاويه البعيده، كنت عايز احطها في البعيده بس محمود علاء وقف. هنا خلاص كده الشناوي لعب. هنا اقف بس هنا ثانيه واحده. هنا اللمسه دي اصل دي مش يعني مش سهله. ان انت ترقص حمدي بالطريقه دي، هو طويل بسم الله ما شاء الله، وترقصه الترقيصه دي اعتقد ان دي مش سهله. يعني الفكره جات لك يا كابتن. يا كابتن ما بتبقاش توقع. يعني انت المدافع بيلعب على التوقع بقى كتير. الاوقات بيلعب على التوقع. انت مثلا حسين ممكن يزق كده، ممكن حسين يطلع بيها لبره كده. كسبين 1-0. لعيب دولي كبير. طبعا لعيب كبير يا كابتن. لعيب يعني نجم كبير ومحدش يقدر يختلف يعني عن كده. انت ترقصه ترقيصه حلوه بتبقى لان هو ما كانش متوقع. بص يا كابتن، هو خلاص بيجري ورايا اللي انا هجري على بره. بس خلاص يا كابتن، هو خلاص هو متوقع ان انا هجري على بره. هي اول لمسه انا لمستها دي، اول كانت اول لمسه ما سندتش. دي اول لمسه انا خلاص عديت. انت كده لسه ما لمستش الكوره. اول لمسه مع ان انا لو وقعت ضربه جزاء يعني. بس لو وقعت كده كانت ضربه جزاء. بس هو رجله الشمال. رجله الشمال. بص رجله الشمال الايد يعني كانت فيها شك، بس رجله الشمال بص يا كابتن تلاقيها في ظهري كلها يا كابتن. حلو.
خلاص انا عديت يا كابتن بقى، هو خلاص هو في اه هو في داري خلاص بقى، انا خلاص انا وش للجول. تمام. بص انا بصيت يا كابتن، انا بصيت محمود علاء لقيته خلاص قافل الزاويه البعيده. فكان نفسك تحطها في البعيد. كان نفسي كنت هحطها في البعيده، لان كانت اجمل. بس نصيب طبعا الحمد لله ربنا كرمني، حتى التحرك بعد الشوط يا كابتن. بص محمود علاء يا كابتن، بص قافل في البعيده ازاي، قافل البعيده فاتح قدامكش غير دي. لا انا شوطها بقى خلاص اي حاجه، لا شوطها في اللي هو بقوه وخلاص. فحتى بعد التوقع قلت لنا كابتن انا بجري يعني، حتى قبل ما كابتن محمد عبد الشافي. ده اللي انا كنت عايز اساله لك بقى. عبد الشافي انت توقعت ان هو هيحط ان الكوره كانت جايه عاليه يا كابتن، فهو اجاي يجري عليه. بص يا كابتن بعد الكوره هتلاقي اجاي يجري عليه يا كابتن. بص شوت بص انا شوت خلاص، الكوره عليت. بص فين في اتجاهه كابتن، عاليه جدا لو عواد عمره ما يلحق يطلع. بص كابتن عبد الشافي لو طبيعي ما هو مش هيلحق، مش هينفع يعمل حاجه كده. لو برضه ما توقعش ان انا جاي من بعيد، ان انا هاجي كده. حتى لو انت جاي ده كابتن من زاويه ثانيه هتلاقيني جاي بجري على طول. ايوه ما هو ده اللي انا حسيت التوقع. انت ملعوب حد لعبها لك. ما بص يا كابتن جاي تحس ان هو جاي لعبها لك مش عبد الشافي. ما هي دي يا كابتن التوقع بتاع اي لاعب. بص هتلاقيني جريت يا كابتن في الحته اللي هي جات لي فيها بالظبط. ايوه ما انا بقول ما اصل لازم تتوقع، اي لاعب لازم يتوقع. لازم تتوقع ان انت الخصم ممكن يغلط، المدافع ممكن يغلط، فدي بتيجي كده. فالحمد لله انا توقعت اللي هي هتيجي. الحمد لله التاني اللي فتح الماتش يعني، دي التشميسه دي فتحت ال فتحت الجول. انت خلاص كده خلاص. يعني هنا دي بص هي كانت حلوه بصراحه، كانت حلوه قوي. كانت في الماتش الاولاني بتاع الدوري اللي هو قبل دوت بعد ماتش المقاولين، كنت اعملها في عبد الله جمعه بس جت في دماغه. هو عمل تاكل ان هو لمستها كده من فوقيه، بس جت في دماغه وبيقع. دي مأثره مع الناس ليه؟ عشان حمدي طويل طويل. ومن الباكات رايت المخضرمين يعني خبره طبعا، منتخب ونادي الزمالك طبعا، نادي الزمالك ولاعب نادي الزمالك كبير نادي الزمالك، فبالتالي خبره برضو طبعا. فانت خدته من فوقيها خلاص. جت فتوقعت ان هي جت جول. الجول ده اعتقد زي ما سالت احمد الشيخ كده فرق معاك كتير طبعا. مباراه طبعا يعني مش مباراه مثلا دوري ولا مباراه عاديه، لا مباراه الحمد لله كانت بطوله. يعني كانت مباراه مهمه، لعبنا 65 دقيقه تقريبا لحد ما الهواد بتوعنا اتصابوا. اول مره من فترة الاهلي يبقى فترة طويلة الناس تبقى حابة ال 65 دقيقة كلها او ال 70 دقيقة، 65 63 دقيقة بالظبط. انا فاكر هو حتى كلنا مقتنعين بكده والمدرب كله. بس هي برضه يا كابتن يعني انت ما تتوقعش اللي انت عندك الاثنين قلب الدفاع يتصابوا ومعكش حد بره. وهاني ينزل يلعب وبعد كده انا نسيت اقول لحمدي ان انت دبستنا في خلاص بقى كابتن. هو كان زعلان بصراحة، كان زعلان جدا. فيرجع هاني وبعد كده ياسر اتصاب، بعد ما اتولد اتصاب يرجع حمدي، ما عندكش نص الملعب بقى عاشور والسوليه، واللي ورا عندك خلاص ما فيش، وبرده الاثنين مش بيلعبوا مكانهم. فالوقت دوت يا كابتن مش عارف تعمل ايه، مش عارف تعمل ايه. يعني يمكن لو كان مثلا السرد باك كانوا موجودين كان ممكن ربنا كرمنا. مش هيحصل كده، كنا احنا مسيطرين بقى، هنلعب كوره ممكن ربنا كرمنا نجيب تاني، لان احنا روحنا بعدها تاني. ايوه صح. بس نادي الزمالك بقى طبعا يعني ربنا كرمه وقدر يرجع 3-2 محمود علاء. بس كانت مباراه بصراحه كبيره مننا. فرقت معاكم اعتقد طبعا البطوله طبعا دي طبعا يا كابتن. لما تبدا برضه يا كابتن موسم ببطوله بتفرق جدا. مع طبعا مع فريق كبير زي نادي الزمالك. فطبعا بتفرق يعني. عايز اسالك برضه عن الراجل، عن ريني فايلر. ايه؟ بصراحة مدرب محترم. السؤال كده ايه؟ لا مدرب محترم، مدرب عنده شخصية، مدرب عنده فكر، مدرب بيحب يعمل التكتيك، بيحب يعمل كل حاجة. يعني حبك تعمل كل حاجة، بيحب اللعيبة كلها تتحرك. انت لو خدت بالك هتلاقينا كلنا ما حدش واقف. تلاقي اللعيبة كل واحد بيتحرك هنا 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 هنا. مش عايزين نفصل حاجة يعني. لا 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 أنا أقصد اللي هو بيحبش مثلا ايه؟ اللي هو مثلا ايه حسين مثلا كابتن إسلام بيلعب له الكرة فوقف. فما لعبهالوش. لا خلاص عادي ما يقصدش. اللي هو ايه مش وقته اللي هو نزعل مع بعض، لا ممكن الكره تلعب لحد تاني وتجي لك انت لوحدك. اللي هو قصده كده، اللي هو ما توقفش في الملعب. وخلي بالك كابتن كل الفرق دلوقتي يا كابتن بتاعت العالم بتعمل كده. كل فرق العالم بتعمل كده، تلاقي اللعيبه كلها بتجري يا كابتن، اللعيبه كلها دلوقتي بتتحرك محدش بيقف. محدش بيقف دفاعا وهجوما كله. فحتى كابتن واخدت بالك كلنا بقينا نتحرك يعني، حتى ديت صلحها فيها فرقت معانا طبعا. معلش انت في مشكله بينك وبين سعد سمير؟ لا ايه انا كذا حد بيسالني بجد انت وسعد متخاصمين بسبب مشكله في ايه في التمرين خصمين ده محمد حماده ده جابوها منين دي؟
مش عارف انا انت معايا انا لا بس لا يا كابتن بص يا كابتن يعني اي لعيب بس ممكن تحصل تكون شده ولا حاجه لا مش شده عادي يا كابتن زي ما انا وحمدي كنا لسه بنتكلم اللي هو بتبقى فاول فبنتكلم مع بعض عادي بتزعق ايه يا عم بتخش عليا جامد انت بتضربني ليه يا سعد انت يا حسين انت اللي ضربت الاول انت خلاص عادي وعادي وخلاص عادي مفيش اي مشكله كل واحد بيروح وتاني يوم عادي مش بنروح يا كابتن احنا اصلا في الملعب الكره اللي بعدها نفضل نهزر عادي بقول لك انا هضربك اهو خلاص انت لا انا هضربك ونفضل نهزر وخلاص والموضوع مفيش اي حاجه الموضوع بينتهي طب خلينا ناخد شويه معلش ما احنا لازم نرد على الناس سريعا جدا مستنيين تالقك يا سحسي وتكون سبب في عوده الاميره السمراء باذن الله انا قلت لكم انا مش هقول اللي انتوا كاتبينه ده احنا نجيب سعد على التليفون لو ينفع نجيب سعد سمير يا ريت يا جماعه تبقى كويسه جدا نسرين مجدي اكيد انا اللي هكسب مش عارف هو نسرين احنا لحقنا مش انا سي سي اس يعني سحس والسمرة السين سين يعني ده احمد منور كابتن يا جماعه ماشي اهداف الالومنيوم الثلاثه جامدين قوي يا سحس خاصه الجون الثالث ماشي الجون الثالث انا رقصت ساعتها كله الجون عاش ترند تاني اسال الشحات ترند تاني ده كان من 10 دقائق دلوقتي اعتقد هيبقى ترند اول عايزين التيشيرت ماشي مستنيين تألقك يا سحس وتكون سبب ده قلناه انا وزمالك ما بلاش قرعه يا كابتن واديني التيشيرت على طول على فكره انا مش انا اللي هحكم احنا قاعدين وحضراتكم على فكره انا اللي بشيل انا الناس تزعلوا مني في الاخر يا رب انا اللي اكسب التيشيرت ده خالد عبده التيشيرت يا كابتن اهم حاجه ماشي التيشيرت ماشي بخصوص سعد سمير يا جماعه صاحب المناسبه والدته طبعا بنعمه بالسلامه باذن الله ونطمنها عليه ان شاء الله تعبانه ان شاء الله ربنا يقومها بالسلامه يا رب ان شاء الله ترجع احسن من الاول 100 مره يا رب باذن الله ان شاء الله انا حابب برضه كابتن اشكر جمهور العين يا كابتن يعني جمهور العين ناس محترمه جدا ودايما بيكلموني بصراحه ودايما في ظهري زي الاهلي المصري بيشجعوا الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي وبيحبوا المصريين ودايما في تواصل ما بيننا كلهم ودايما حتى بيعملوا برضه كابتن هاشتاج برضه اللي هم دايما ورايا ودايما بيبعتوا لي حاجات وان انت عندك احسن من كده وان شاء الله ربنا يكرمك مع الاهلي ونتمنى ان انت ترجع والناس بصراحه يا كابتن محترمه جدا 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 انا حابب اشكرهم على الهوا وحبيت ان انا اوضح لكم اللي انا قلته من شويه على اللي حصل واللي انا صممت اللي انا امشي بسبب ديت مع ان انا كنت باخد حاجات احسن وحاجات طبعا اي لعيب يتمناها بس انا كنت حابب ان انا اجي النادي الاهلي بس اللي حصل اللي انا قلته واللي انا حكيته واللي انا كنت لازم احكيه لان في ناس كتير ما كانتش تعرفه وفي ناس كتير كانت زعلانه مني بسبب اللي انا صممت ان انا امشي بس انا صممت حبا في النادي الاهلي وحبا في النادي الاهلي طبعا وكابتن محمود الخطيب اللي هو كلمني وان اللي حصل ما كانش ينفع طبعا ان حد يتفق من ورايا وما يرجعليش فدي كانت حاجه طبعا مزعلاني فده اللي صممني بصراحه اكتر واني جمهور بشكرهم احب اشكرهم دايما ودايما احنا بينا تواصل يعني زي ما انا متواصل مع اللعيبه ومع الاداره نادي العين ومع شخصيات كبيره في الامارات ولعيبه كبيره في الامارات فحب اشكرهم كلهم طبعا واتمنى لهم التوفيق دايما ودايما متابعهم طبعا بتفرج على مباراتهم كلها انا بشوفك على طول على تويتر بشجعهم مش العين بس كمان حتى منتخب الامارات يا كابتن منتخب الامارات طبعا منتخب فيه لعيبه كبيره جدا طبعا يعني طبعا علي مبخوت يا كابتن هداف من احسن الهدافين في اسيا وكابتن اسماعيل بطر طبعا ما حدش يقدر يختلف عليه وكابتن عموري طبعا يعني ده حاجه تانية كنت لسه بكلمه بصراحه النهارده ولعيبه كتير طبعا في نادي العين طبعا. كلهم طبعا يعني مش هقول اسم العين كله لان كلهم طبعا حبايبي كلهم اخواتي واصحابي دايما التواصل ما بيننا تمام احمد جاي بيقول لك وانا الحظ ممكن يكسبني فعلا ادخل التتش تاني دخلت فعلا مره بقى حبيبي يا زئبقي يا ماشي وائل بيقول ده باذن الله تشامبيونز ليج ده تيشرت التشامبيونز ليج تمام صبري الزعيم بيقول تحياتي لكم جميعا يا ريت ماشي محمد جده بيقول التيشيرت يا كابتن حسين محمد ايمن بيقول لك قلبي يا شحات والله وجعني من اللي انت بتقوله الكلام الحلو يعني محمود حسن بيقول نفسي احضر تمرين الاهلي يا رب اختاروني بقى نفسي اكسب مره في حياتي ده احمد انا هعمل برضو واحده برضو عندي برضو تيشيرت تاني ان شاء الله تمام ما ترجع عندنا ولا هتعملها في حته عندك لا هعملها برضو يعني نفس الكلام كده برضو حد تاني برضو هو حد تاني بعد ما حد يكسب ديت ان شاء الله اعمل واحده تانية باذن الله بركاته الصغير تشيرت يا حسين وابعت لي الميعاد بتاع التمرين اللي هحضره بسرعه عايز انام ربنا يوفقك يا كابتن وتكسر الدنيا وتبقى هداف دي عشقه الاهلي دوري السنه دي يا نينجا
البطولات كلها ان شاء الله. احمد الطاهر بيقول حسين بيبص كل شويه على الساعه، خليه يروح يا كابتن، كفايه احنا مسامحين متاكدين. مش على كده والله، انا ببص عشان خاطر اشوف كابتن سيد يخصم مني ولا ايه، عشان لا انا متفق مع كابتن، بس هو كابتن اسلام متفق معاه فخلاص بقى. ان كان عندنا طياره كمان كام ساعه فبالنسبه لي عادي يعني. كان نفسك تلعب مع مين من الجيل القديم؟ تريكا، بركات، متعب، والجمعه، مصطفى كامل، كلهم. ايه موضوع النينجا؟ كابتن ايمن الكاشف. كابتن ايمن الكاشف بعد مباراه المقاولين بالاخص النينجا، جسمه صغير، قال له جسمه صغير بس ايه نينجا. حبوا الاسم ولا حلو؟ جميل بصراحه، معلق مع الناس كلها وكل بقى الشحات اهو. يعني انت عارف ناس كتير، محمد شوقي النينجا قوي الشحات. منور يا كابتن والله، وحشنا. كنت عاوز اتواصل مع حضرتك. حاضر يا رب اشوفك امتداد لبيبو وتريكا يا حسين. ده ابراهيم في اي بي ويك، منور يا كابتن وعايز التيشيرت. طب ماشي كسبوني يا جدعان، نفسي اخش التتش ونفسي اكسب. والله احنا نفسنا ندخل كل الناس. والله انا بصراحه انا عامه يا كابتن، يعني حتى مش التمرين بس، لا انا نفسي المباريات يا كابتن، مباريات ماتشات يا كابتن، ماتش السوبر يا كابتن، تعالى اتفرج يا كابتن على المتعه كابتن من جمهور الاهلي والزمالك. مش مش الاهلي بس ولا طبعا، مش الاهلي ولا طبعا. جمهور الاهلي والزمالك كابتن عامل حس، مش مليان الاستاد كله بس حس يا كابتن في الاستاد، بتلعب يا كابتن متعه تاني. صح، حاجه بصراحه جميله، حاجه جميله جدا. انا نفسي العب كابتن في وسط الجمهور، نفسي المدرج كله يبقى مليان يا كابتن ان شاء الله، الماتشات كلها هتشوف حاجه. اتمنى والله يا كابتن، يعني اقول لك حاجه كابتن، هتشوف حاجه اصل انا شفت. فانا بقول لك هتشوف حاجه عمرك ما شفتها في حياتك لما تلاقي ان شاء الله ربنا يكرمك. ان شاء الله يوصل النهائي باذن الله، ان شاء الله هتشوف حاجه من اللي قلبك يحبها كابتن. انا ما شفتهاش قبل كده. اصل انا شفت كابتن في العين ومباريات كتيره كابتن في الدوري. لا ايوه، لا طبعا، طبعا فاهم. لا انا بتكلم اللي هو كابتن، صدقني الاهلي يا كابتن فاهم طبعا. الاستاد القاهره 80 90 الف متفرج، هتشوف حاجه، ومع الاغاني والبتاع هتشوف حاجه ثانيه. أيوة مش فاهم ده كله. ما انا بقول لك كابتن، انا يعني انا لعبت في وسط جمهور، يعني مثلا مش مثلا اول مره، لا انا لعبت في العين في وسط جمهور يا كابتن، في وسط نهائي الكاس وفي ونهائي فاينل مونديال الانديه ريال مدريد، ولعبت في ماتشات في الدوري الاستاد كله كان مليان. في ماتش مباريات كتير اول ما الاستاد مليان، الاستاد جمهور العين بيعشق هناك، العين بيعشق اللعيبه، بيعشق يحضر الماتشات. فانا مجرب يا كابتن الجمهور بسبب كده، فعشان كده بقول لك اتمنى الدوري المصري كله ان شاء الله يبقى بجمهور كله، يعني زي السوبر كده، وحاجه تبقى كبيره وحاجه ناجحه، وان شاء الله اتحاد الكوره يقدر يعملها ان شاء الله، وانا واثق في حاجه زي كده ان شاء الله. الله. انا اخرتك انا تمام يا كابتن، انا عارف ان انت يعني الناس مش عايزانا اخلص. انا عارف والله، وانا والله انا مبسوط جدا والله لما حضرتك، وانا عشان شايفك بتتكلم وحابب انت تتكلم مع الناس، فانا يعني عايز اطول معاك اكتر من كده، ولكن بعد كده كابتن سيد هيخصم مننا، مش هيخصم منك. ما هو كابتن سيد ممكن يكون نايم بقى ولا ايه. فانا بشكرك جدا يا حسين، وعايز اقول لك ان ناس كثيره جدا في ظهرك، وناس كثيره واقفه ومستنيه منك، دايما يفضلوا في ظهري ان شاء الله، ويفضلوا في ظهري زي ما والدتي. انا عايزك تعمل ايه دلوقتي؟ عايزك تعمل ايه؟ الكاميرا اهي بتاعتك اهي، بص للكاميرا بتاعتك ووجه كلمه لجمهور النادي الاهلي او لوالدتك او ما انا طبعا هبدا طبعا بوالدتي. حابب اشكر والدتي طبعا، واقول لها شكرا على كل حاجه عملتيها معايا من وانا صغير، معانا واخواتي، ودايما كنت في ظهري، ودايما حتى ان انا من صغري انت عارفه ان انا ما بحبش الواسطه، حتى ما كنت بتجيبي لي وسطات تبع خالي، ما انا ما كنتش بحب اروح بسبب كده برضو، انت عارفه ان انا ما بحبش الواسطه، بحب دايما ان انا اعمل كل حاجه بنفسي بعد توفيق ربنا. طبعا حابب اشكرك وبقول لك ربنا يخليك لينا، واحنا عايشين بدعواتك، وربنا يكرمني ان شاء الله دايما بسبب دعواتك. وزوجتي طبعا بشكرها على اللي شافته معايا وباعت الذهب والدنيا اللي كانت بايظه معانا، وان انت استحملتي، كان في حد غيرك ممكن ما يستحملش وكان يقول لك لا انا مالي ابيع ذهب ليه ولا انا اعمل ايه، وبشكرك يعني على ذهب وعلى الخنقه اللي انا كنت فيها، حتى بعد ما كنت برجع مباريات سواء خسران او سواء انا كنت وحش، سواء اللي انا كنت اوقات كتير ببقى سيء فيها، كنت دايما بتقولي لا معلش الجاي احسن عشان خاطر عيالك، بص لعيالك ديت حاجه بالدنيا وهم اللي هيفوقوك وانت دايما تبقى كويس. فبشكرها جدا، وبشكر جوز والدتي اللي هو والدي طبعا بابايا، وبقول له شكرا جدا انك علمتني الكوره، وانك وديتني نادي مدينه نصر، و مش عارف اقول لك ايه، انك دايما كنت في ظهري، وانك علمتني الكوره اصلا، دي اهم حاجه اللي انا اكتر حاجه بحبها في حياتي.
وطبعا احمد واسر ولادي بعشقكم طلع عيني عين لحد قبل ما اجي، بس انا طبعا انتوا عارفين انا بحبكم جدا. ما كنت اجيبهم بس عندهم حضانه بقى كابتن الصبح فسيبهم يناموا، والدتهم كانت بتصوت هناك بشكرها بس عماله تصوت هناك منهم فبشكرهم طبعا وبقول لهم ربنا يخليكم ليا وان شاء الله اشوفكم احسن ناس في الدنيا. وطبعا اخويا محمد اللي دايما في ظهري سندي، دايما بيبقى معايا طالع عينه معايا، انا هو على طول بنتخانق حتى من الصبح كنا انا وهو بنزعق في حاجه وبعد كده عادي مفيش اي حاجه حصلت. طبيعي ما فيش حاجه. لما تقول الحاجه ايه اللي انتوا اتخانقتوا عليها كمان عشان تبقى حلو؟ لا حاجه عاديه والله، حاجه كده سبب الميديا برضو بتاع ان اخويا برضو اوقات كتير بيسجل بيركز في الميديا وانا قلت له ما تركزش فيها، قلت له لان كل واحد عقليته كل واحد بيقول كلام مش فيك، فقلت له سيبك منهم. انا عن نفسي انا ما بفتحش ميديا كتير، يعني انا كل فين وفين ممكن افتح الميديا، بفتح عشان ارفع مثلا صوره عجباني ليا. بالمناسبه انا كاتب لك على تويتر النهارده نورت بيتك وانت ما بس ما انا بقول لك كابتن ما بفتحش والله انت مش مصدق طبعا بشكره وبشكر اخواتي البنات دايما دايما معايا وان هم دايما في ظهري وبيفرحوا ليا وبيبقوا زعلانين ان انا ابقى وحش وان انا ببقى زعلان، فبشكرهم جدا طبعا وجوز اخواتي كلهم طبعا واهلي كلهم وصحابي اللي طالعين عينيهم معايا. انت كنت معايا بقى اول امبارح فما تتعبوناش بقى، كنت عندي فمش هقول بقى اللي حصل فبقول لكم شكرا. حتى ما ببقى وحش برضو كانوا بيقولوا لي لا انت وحش انت عندك احسن من كده، وما ببقى كويس بيقولوا لي لا مش ده حسين برضو احنا عايزين اكتر وعايزين اكتر، ودايما بيبقوا في ظهري ودايما بيساندوني زي الجمهور الاهلي وجمهور العين وجمهور ناس كتير قوي دايما في ظهري وصحابي ومحمد طه برضو الشيخ عبد اللي بره فناس كتير والله دايما في ظهري وبشكركم جدا. جمهور الاهلي طبعا هتكلم على اخر واحد لان عشان اتكلم بقى براحتي. جمهور الاهلي طبعا يعني انا بقول لكم اسف عن الفتره اللي انا جيت فيها واللي انا كنت سيء فيها، ان انا ما كنتش قد المسؤوليه انا وزملائي في الفريق اللي احنا ما قدرناش نحقق بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، وان احنا حققنا بطوله الدوري بس ان شاء الله بنعوق السنه دي اللي احنا نحقق البطولات كلها، وان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق بطوله افريقيا اللي غايبه عن الاهلي بقى لها فتره وان شاء الله نقدر نحققها مع بطوله الدوري والكاس والسوبر وكل البطولات باذن الله. احنا داخلين السنه دي احنا واخدين عهد مع بعضنا كلنا ان احنا نادي الاهلي نادي بطولات، نادي لازم يلعب على البطولات كلها، لازم كل بطوله يدخلها لازم ياخدها، فاحنا ان شاء الله بنوعدكم السنه دي اللي احنا نعمل كل حاجه وربنا يكرمنا ونقدر نحقق البطولات كلها واهم حاجه بطوله افريقيا. وبشكركم جدا 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 انكم دايما في ظهري وانكم دايما بتطمنوا عليا وانكم دايما واقفين في ظهري وانكم واقفين معايا على طول سواء انا وحش او حلو، فانتوا عارفين ان انا الحمد لله ان انا كويس وان شاء الله هيجي مستوايا خطوه بخطوه وان شاء الله ابقى احسن من اللي عدى. اللي عدى دوت يعني ما حصلش نص حسين، وان شاء الله اكون عندي حسن الظن باذن الله وربنا يكرمني واكون على قد المسؤوليه كلكم ان شاء الله. تمام، بشكرك جدا حسين. بشكر طبعا كابتن اسلام اللي هو سير معايا برضه بص على طول. بشكرك حسين جدا على وجودك معانا وانا عارف انا برضو سر لازم اقوله لجمهور النادي الاهلي ان النهارده حسين كان هناك عروض اخرى لقنوات اخرى لان كابتن سيد فاتح اليومين دول شويه فاتح كان هناك عروض اخرى لقنوات اخرى معلش انا هاسف بمبالغ ماليه، ولكن حسين فضل ان هو يكون معانا هنا على قناه النادي الاهلي بيته، فانا بشكره جدا الحقيقه وبشكر كل المجموعه اللي موجوده اللي احنا سهرنا كل الناس النهارده من اول برجاوي المخرج ومجموعه الاعداد بالكامل كل المجموعه اللي موجوده اللي اشتغلت على حلقه النهارده. بشكر كل الناس اللي كانت موجوده معانا النهارده. التيشيرت انا ماليش علاقه بيه، مفيش دعوه باي حاجه بتحصل. انا وعدكم ان شاء الله انا عارف انا هعمل حاجه تانية كذا تيشيرت ان شاء الله كذا تيشيرت هناخدهم وان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب حد التوتش باذن الله، يا اما بقى يحضر مباراه بقى احسن لو هو حابب هنظبطها ان شاء الله اقدر احاول اعملها باذن الله لما يرجع ان شاء الله من الامارات هكلمه وان شاء الله هنوصل بس ما يكونش بعد ما اجي الامارات على طول لان انتوا عارفين احنا هنجي من الامارات على المنتخب على طول على المنتخب لا لما ترجع انا هكلمك لما نرجع بقى ان شاء الله هظبطها مع حسين وهقول لحضراتكم امتى ان شاء الله عشان خاطر برضه ما حدش يزعل في التوتش او في مباراه ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا حسين يا كابتن مبسوط ان انا معاك يا كابتن وشكرا جدا انك كنت معانا حبيبي يا كابتن ربنا يشكر جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا تعبناكم معانا الاسبوع ده معلش كان الكابتن شوبير معانا في اول الاسبوع يوم السبت امبارح او قفل امبارح الكابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود معانا على هواء مباشره الكابتن برضه انا عايز اشوف كابتن سامي قمصان انا نسيته ازاي نسيته لا لان كابتن سامي كان دايما في ظهري وكان دايما بيقول لي انت هتبقى من احسن لعيبه في مصر وان هتبقى هتعمل تاريخ مع النادي الاهلي وان شاء الله ربنا يكرمك ونكون قد المسؤوليه. فانا حابب اشكره لان كابتن سامي بصراحه من الشخصيات المحترمه جدا جميله جدا وجدعه جدا
والفنان عشان هو بيحب يكون فنان. فانا بشكره لان دايما بصراحه مش معانا بس، مع اللعيبه كلها دايما بيوقف معاهم وبيصبر اللعيبه كلها حتى لو اللعيبه ما بتلعبش. انا بشكرك شكرا جزيلا يا حسين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم كان اسبوع طويل جدا. يوم السبت كان الكابتن احمد شوبير، امبارح كان الكابتن سيد عبد الحفيظ، النهارده كان الكابتن حسين الشحات. ان شاء الله يوم السبت هيكون عندي مفاجاه لحضراتكم هقول لحضراتكم عليها، مش حد من لعيبه الاهلي اللي موجودين المعسكري محدش متوقع، فهقول لحضراتكم ان شاء الله بقى تباعا هتنزل البروموز وهكتب لكم ان شاء الله ايه اللي هيحصل. فانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده من سهره مع يوم السبت القادم وحلقه جديده. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.